أعزائي المشاهدين، وتسمم النيل وماتت الأسماك وتصحرت الحياة، لم يعد المصري أخو المصري، صار بيننا دم وثار. كل يوم شهيد، كل يوم مؤامرة، تدبير مظلم، تخطيط جهنمي، أخبار تتوالى، مصائب تتفاقم. ولكن دعونا اليوم نتوقف أمام موضوع ساعة الصفر، لتكن حلقتنا اليوم ساعة الصفر، هذه الساعة المزعومة لدى قيادات الإخوان والسلفيين والإرهابيين والجماعات الإسلامية. ودعونا نجيب عن سؤال مهم: البقاء لمن؟ البقاء لمن؟ اهلا بك يا استاذه هايدي. اهلا بيك دكتور محمد، اهلا بيكم اعزائي المشاهدين. الحقيقه مبسوطين ان نكون معاكم، بننقل لكم الحدث اول باول، بننقل الاضطرابات والظروف اللي بتمر بيها مصر. احنا مش بنتكلم كلام نظري، احنا بنجيب بالصوت والصوره الاحداث والاضطرابات والمظاهرات اللي ماليه الدنيا، والبلد بعد ما كانت بلد امن وامان ما بقتش فيها ولا الامن ولا الامان. ربنا يرحم الشعب. أزمات اقتصادية، شعب بيقضي أغلب ساعاته في الشارع بيحاول إن هو يوصل لشيء، بيحاول إن هو يتحدى ويتصدى، ودلوقتي وصلنا إلى الانتظار لساعة الصفر. أعزائي المشاهدين، مش أسبوع مصري، إيه رأيكم النهاردة أنا أسميه أسبوع إخواني؟ اسمحي لي، اتفضل. اسبوع كل إخواني. حاجة إخوانية دلوقتي. هذا اسبوع إخواني مؤلم سوف نقدمه لكم الآن. خليكم معنا ونتكلم عن ساعة الصفر. انت عايزة تعرفي ايه ساعة الصفر؟ يا ريت. الفيديو يتكلم. الفيديو جاهز؟ أحببت أن أطمئنكم أن إخوانكم في أماكن متعددة من القاهرة، في اجتماعات مثلكم تماما، في أماكن معروفة، ومنتظرون ساعة الصفر. إخوانكم في المحافظات، في الصعيد والمنوفية والفيوم وكفر الشيخ وغيرها من المحافظات، في انتظار ساعة الصفر. وليظهر الأطهار، وليظهر الأطهار. كنا في الاجتماع، المهندس خيرت الشاطر قال للشيخ وحيد وللعلماء في مئات الآلاف مرابطين في 10 أماكن في القاهرة. يا شاطر ولن يكتم صوتنا. الإسلام قادم، ولن يستطيع أحد مخلوق كائنا من كان أن يسقط محمد مرسي. محمد مرسي هو الشخص الوحيد في مصر الآن الذي يحمل هذه الشرعية، ومن يفكر في إسقاطه فأقول لهم: دونها الرقاب. وإذا قلناها، عرفت يعني ساعة الصفر؟ اشرح لك ببساطه، يا ريت لو سمحت، عشان انا كده برضو يعني ايه مش عايز افهم غلط. اذا الرئيس مرسي فقد شرعيته واتخلع
بفعل الثورات الشعبية وبفعل حركة الثوار فسوف تكون هناك بحار من دم. دي ساعة الصفر وهي بدأت بالفعل، مقدمتها احنا شايفينها. انا متكهرب اليوم، انت عارفة من ساعتين اعتدوا على خالد يوسف المخرج وكسروا له العربية وحاولوا يخرجوه وقالوا خالد يوسف اهو تصور عاملين تفتيش لابسين لبس ضباط وعساكر وواقفين يفتشوا العربيات اللي داخله من بوابه 4 مدينه الانتاج الاعلامي الان على احد الويب سايتات مذيعه العربيه هاجموا المذيعه وبيضربوها الان. طب ما بدات العمليه، يبقى هم هينزلوا ويقتلوا كل من يعترضهم. انا مش فاهم ده الكلام ده ما حصلش حتى في ايام الاسلام. ده في ايام الاسلام كان فيه كفار وكان فيه مؤمنين. الناس اللي بتقول لا اله الا الله ومسلمين دول بتعتبرهم كفار ليه؟ الله، انتوا قلبتوا المجتمع 0.5% و99.5% ضدكم. طب ايه ده؟ هي دي يعني 0.5% وعامله الجبروت ده والصوت العالي ده وفاكرهم ان الشعب عارفه ليه هم مؤثرين؟ ليه؟ اولا طاعه عمياء منظمين 80 سنه تحت الارض فعارفين ازاي يتوصلوا ببعض، عاملين النظام اللي بيسموه الدوائر الدائره، كل ده دائره اللي هم العنقوديات اللي هو النظام العنقودي، ان كل مجموعه عليها نظام مخابراتي، نظام اتعودوا بس ما بيعرفوش يشتغلوا في النور، ما بيعرفوش حقيقي، ولذلك التخبط في الاراء وفي القرارات وفي هم لو نجحوا تخبط لو نجحوا وقادونا ما هنسقف لهم ان هم مش ناجحين يقودوا نفسهم. احنا عايزين ايه؟ سامحني مش عايزين نجاح مصر؟ فلتحكمنا ايها المرشد، احكمنا. انا مش بقول لك لا، احكمنا يا مرشد يا بديع، احكمنا، ما بقولكش لا، بس ادينا، ادي للناس شغل، وفر ميزانيات، ادي امن. ده كله ضايع يا حاج. يعني كمان في نقطه مهمه جدا، لما القضاء كمان يفسد، يعني اهم حاجه في البلد وفي الدنيا يعني عشان تحس ان البلد امنه ان يبقى في قضاء عادل. لما يجي النائب العام النهارده ويعني النائب العام بيقول للمستشار خاطر لانه لم يحبس الثوار وافرج عنهم ولم يعتبرهم بلطجيه، شالوا من منصبه. يعني هو ده اللي المفروض يتعمل؟ يعني فين التحقيقات؟ يعني هو اتشالوا بس رجع في قراره بعد شويه. طب ما مش ده يدل على التخبط؟ ده هو اصله تلميذ امين لمدرسه، هو ده يدل على التخبط، مدرسه الاخوان. تمام، تعمل القرار وبعد ساعتين او يوم تشيله. هو ده، واخد بالك؟ انا عايز اقول لك خبر مهم، اعضاء النيابه صباحا. طب معلش، معانا مكالمه من مصر ناخدها. الاستاذ سمير من مصر، الو الو الو، مساء الخير. اهلا، مساء النور، اتفضل. ازي حضرتك؟ نشكر ربنا. سلامي لحضرتك وسلامي للدكتور محمد. الله يخليك. انا من خلال البرنامج بتاع حضرتك انا بناشد كل الناس ان هي تنزل يوم السبت، محدش يخاف. بناشد المراه، بناشد الرجل، بناشد كل الناس، بناشد كل الناس المصريين ان هي تنزل، ده مستقبل مصر. لو ما حدش نزل ما يزعلوش بعد كده. صح. يعني حضرتك، يعني انت لو شفت المنظر بره مدينه الانتاج الاعلامي تحس ان هي دي مصر هتبقى بعد كده. ننزل ونقول لا. لازم نقول لا، لازم نقول للدستور ده الباطل، لازم نواجهه. يعني كل فئات الشعب بتقول عليه ان هو دستور باطل، والناس اللي هي الواحد زي صفوت حجازي وزي الناس دي، الوحاد والبلتاجي. انا بقول لك والله، انا كل الناس اللي بقابلها والله تاني، كل الناس اللي بقابلها يقول لي احنا اشمئزنا من التلفزيون. انا لما نلاقي حجازي لما نلاقي صفوت حجازي بندور، لما نلاقي البلتاجي بندور. ايه اللي اسلوب الترهيب اللي بيستخدموه ده؟ والتاني اللي عند مدينه الانتاج الاعلامي، وبعدين حازم ابو اسماعيل، ما الناس كلها خلاص، ما كل دول سقطوا بالنسبه للشعب المصري، كلهم سقطوا، كلهم ناس دعاة دم، يعني ناس بتنادي بالدم، ناس بتعمل الجريمه وبتتفرج عليها. يعني انا بقول لصفوت حكادي برضه والبلتاجي، انتوا قتله الثوار في التحرير والايام اللي فاتت. طبعا وان شاء الله مش هتطلعوا من السجون، ان شاء الله هتخشوا السجون. يعني الشعب مش هينسى ان انتوا قتلتوا ولاده في التحرير بكل تاكيد، وانتوا كنتوا السبب، انتوا
وموقعة الجمل وحوادث مسيرة. ما هم دول خلاص كده بانوا ان هم لقوا الخافيه والطرف الثالث، هم دول خلاص كده الناس، الشعب عندنا واعي والشعب فهم. وبنقول للناس اللي بتهدد الناس المسيحيين دول، يعني المسيحيين دول مواطنين مصريين، يعني مواطن احسن منه برضه، وده مواطن خايف على البلد مش عايز يدمرها، عنده ولاء للبلد بكل تاكيد، عنده ولاء اصلا من اساسه للبلد. لكن انت طبعا عندك ولاء لانه دوله، انا مش عارفين الدوله اللي بتمولكوا دي مين، اللي هي هتدمر مصر، الناس اللي هم دول اللي هيدمروا مصر دول، انه دول بتمولهم. لكن كل المصريين الشرفة اللي هم بينزلوا في الشوارع بالملايين هم اللي خايفين على البلد. لكن انت لما تطلع ترفع لي ايه حكايه الصوبع؟ احنا عايزين نعرف ايه مشكله الصوبع، ده يرفع الصوبع وده يرفع الصوبع، عايزين نعرف موضوع الصوبع ده ايه. نسال دكتور محمد موضوع الصوبع. الصباع الصباع يعني البلطجي يرفع الصباع، الدكتور مرت يرفع الصباع، العريان يرفع الصباع، معرفش ايه موضوع الصباع، دي حاجه جديده عندنا. تحذير. معرفش، صباع دموي. ربنا يستر ويحمي مصر وشعب مصر. بس يا فندم التاريخ فعلا مش هيسيبهم ومش هيسامحهم، وهم فعلا اثبتوا ان هم قتله الثوار، ومفيش اكتر من كده. وهم دول اللي هيتحاسبوا على طلوع الناس من السجون، فالايام خلاص كده مش هيتساب، وربنا بيبينهم على حقيقتهم. فان شاء الله محدش يقلق، مفيش خوف على مصر، مصر اكتر من كده وقامت. صح. بس الناس كلها لو ما نزلتش لازم كل الناس تنزل يوم السبت وتقول لا للدكتور المهين ده، منه لله المشير، منه لله طنطاوي وسامي عمان، كل الناس البلد اللي بهدلها يقعدوا يدعوا على الاثنين دول. الدعوات بتاعت الناس اللي عليهم يا ريت يكونوا سامعين، الدعوات بتاعت الناس اللي عليهم لو بتأثر فيهم صدقيني ما بقاش فيهم اي حاجه. ربنا ليه مواعيده، كل الناس بتدعي عليهم. صحيح. استاذ سمير انا استاذ سمير اشكرك. انا بوجه نداءك الى كل الساده المشاهدين، انزلوا وقولوا لا، لو ما نزلتوش هيعملوا نوع من انواع التزوير، هو هيزوره. انا ما بقولكش لو قلنا لا مش هيزوره، بس هيبقوا شويه مكشوفين. عدم وجودنا، عدم وصولنا الى صناديق الاقتراع وهم اللي يبقوا على الساحه، ممكن يجيبوا نسبه تؤكد انهم الاستفتاء شرعي والاستفتاء مظبوط. فلذلك انا بدعو الى النزول وقول لا. انا كنت عايز قبل ما امضي في البرنامج اقول لكم الخبر النهارده، اعضاء النيابه العامه اجتمعوا واعلنوا تعليق العمل بالنيابات، يبقى القضاء معلق العمل ببعض المحاكم على مستوى الجمهوريه، وطلبوا باقاله وزير العدل والبلشي والنائب العام، وقرروا الاعتصام، وبيطالبوا القضاء الاعلى بالتحقيق في وقعه خاطر وتهديد المستشار حمزه. وقعه خاطر، اذا كان خاطر النائب العام رجع عن قراره بنقله لبني سويف وتهديده وتانيبه، الى انه برضه النيابه العامه مش مبسوطه من اللي بيحصل، وبتقول ده جو نشتغل فيه، انت بتهددني عشان انا ما حبستش ابرياء. طب هو ده اول مره بتحصل، ما حصلتش قبل كده. الأحداث بتتوالى والأخبار بتجيلنا بسرعة. جالنا خبر كمان إن الظواهري معترض على الدستور وعلى شرعيته، لأنه المفروض إن محدش يستفتي على شريعة الله، والدستور مش عاجبه ولا عاجبه الاستفتاء. يعني مش عارفة احنا ناخد رأي مين ولا مين، مين اللي بيدير البلد، مين اللي بيقرر، وبعدين لما يقرروا يرجعوا في قراراتهم استقروا على حاجة، وازاي هتديروا البلد؟ مش عارفين يديروا البلد، سيبوها للي يعرف يديرها. حقيقة دكتور كان في برضو أخبار كتير، بس معنا مكالمة. أستاذ مرجان. ألو، مساء الخير. أهلا، مساء النور. أهلا بحضرتك أستاذ مرجان، شعر الثورة. ازيك يا دكتور رحومة، ازي حضرتك؟ اتفضل. معلش انا لسه قاري خبر على جريده الاهرام دلوقتي من صوت المسيح الحر، موجود والكل يطلع يشوفه. اتفضل. بيكتبوا كاتبين ان بيقولوا بالنسبه لتامين يوم الاستفتاء، قال ايه؟ الحظر الدعايه في المحيط 200 متر خارج اي مقر.
المعلم مرسي واخوانه بيقولوا للناس حظر الدعايه، هو اصلا ليه يكون في دعايه يا مرسي؟ ده دستور. ده دستور. دستور دستور. ده دستور يا عم، مش قاعدة فكة. يعني انا نفسي افهم هو ايه المغزى؟ ايه الموضوع؟ ليه مش عايز الناس تنزل وتعمل دعاية؟ هل الدعاية تبقى لحازم ابو اسماعيل واتباعه فقط اللي بقالهم اكتر من 15 20 يوم واقفين يقطعوا في الناس؟ فين الجيش وفين الشرطة من موقف ابو اسماعيل؟ الكلام ده كله احنا قلناه وانتوا بتقولوه طبعا وسباقين في الكلام ده. بس انا عندي نقطة تانية بسرعة. اتفضل. انا عايز اقول لكل واحد، حتى لو الناس نزلت يوم الاستفتاء ما تخافوش، ما تخافوش من الرعاع دول، دول يعني بيتكلموا كلام. فانا عايز اقول لك انت مصري، انا مصري ضد الاخوان، انا مصري عمري وابدا ما كنت جبان، انا مصري وهطلع على الميدان واللجان. اسألوا الكنبة زهقت من قعدتنا كفايانا بقى يا جدعان، واسألوا الدم اللي سأل في كل مكان، اطلبوا حق الشهيد من مرسي والسيسي طنطاوي وعنان. وفي الاخر انا مصري وهطلع على اللجان واقول لمرسي لا 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 لدستورك في مصر ملوش مكان. شكرا يا دكتور رحومة. بنشكر حضرتك استاذ مرجان. ومعنا استاذ ميلاد عزت من مصر. الو. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اتفضل حضرتك على الهواء. ميلاد عزت مع حضرتك من الفيوم. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. المفروض الدكتور محمد مرسي ما ينفعش رئيس الجمهورية عشان هو راجل طيب ومحترم زيادة عن اللزوم. معلش الصوت باظ، حاول تكلمنا مرة تاني. ناخد أستاذ أحمد. ألو. أيوة. أهلا وسهلا، فضل حضرتك على الهوا. السلام عليكم. أهلا بيك، اتفضل. ماشي يا فندم، حضرتك استاذنك بس، احنا يلزمكم مصر ولا يلزمكم ان احنا نحارب مرسي ونحارب الاخوان ونحارب الناس دي؟ احنا يهمنا مصر ولا طبعا. ايه سؤال حضرتك استاذ احمد؟ ايه سؤال حضرتك؟ نعم انا حضرتك، احنا مش عايزين ماشي يا فندم، احنا مش عايزين نسيب في مصر ونسيب في الاخوان. لا مين يسيب؟ استاذ احمد، المجتمع ما نفتحش بس من. طب اتفضل حضرتك استاذ احمد كمل. احنا مين سب في مصر؟ مين سب في مصر؟ حضرتك بالاشرف، انت دلوقتي انت القياده المصريه، حضرتك القياده المصريه دلوقتي، حضرتك اللي هي ماسكه مصر دلوقتي بانتخابات شرعيه، يعني انت راضي بتضرب فيها؟ انت راضي عن القياده المصريه؟ الدستور مش مظبوط والوضع مش مظبوط، سيب الناس. انت راضي؟ وبعدين في الاخر خالص ان احنا عايزين مصر يا فندم. يا استاذ احمد، احنا عايزين حاجه تانية جداً. يعني ما احنا عايزين مصر برضه. انا عايز طيب تكون... حضرتك سيب الناس تقول لا، او عايز الدستور ما تقولوش لا، وبعدين انت نقول انت بس خليك هادي. المجموعات اللي عقدت الدستور ديت حضرتك، انا عايزك انا عايزك بس استاذ احمد خليك هادي، خليك هادي وتعالى نتكلم بالعقل. وانا واحنا لو اي حاجه بتضايقك مننا نعتذر عنها، احنا بنحب مصر. لا يا فندم انا مش متضايق منك، انا مش متضايق منك. طب. زي ما انت عايز مصر يا فندم، انا عايز مصر. تمام، بس انت عايز مصر، عايز مصر اللي احنا فيها الان ترضيك، يرضيك القرآن كل يوم. انا لا اشكك، انا لا اشكك، انا لا اشكك في الدكتور مرسي، انا ده زميل استاذ جامعه وكان زميلي، لكن انا بشكك في ال 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 المرشد الشاطر صفوت حجازي ابو اسماعيل. الدنيا الدنيا قايمه، انت مش في البلد، مش عايش في البلد. انت ترضى بلدنا تبقى كده؟ ترضى بلدنا لا فيها قضاء ولا نيابه ولا جيش، الجيش مكسور الجناح. انت ترضى بلدنا تتحول لكده؟ انت ترضاها استاذ احمد؟
يا فندم ربنا يحفظك ويبارك فيك. انا اتفضل يا فندم. حضرتك دلوقتي اما يكون عندي نص البلد مقسومه مع القضاء، القضاء نصين، ولو حضرتك بعدين مش هتظبط الجد والمجموعه اللي جبت ثلاثة حضرتك مدينه مالك وصور ليك حبينها ولها لها ناس شغاله معاها برضه عايزه تفتح من امر مصر. بس ده عايزين يولعوا في مصر يا استاذ احمد حبيبي، عايزين يولعوا في مصر. لا يا فندم مش كده يا فندم. طب اسمح لي معلش استاذ احمد، استاذ احمد اسمح لي اتدخل لو سمحت. دلوقتي مين اللي قسم الشعب؟ مش هو الرئيس مرسي؟ ازاي يحط دستور ما بياخدش فئات الشعب كلها، فئة معينة بس اللي تعمل الدستور؟ الكنيسة انسحبت، العلمانيين انسحبوا، الصحفيين انسحبوا، الناس كلها بتنسحب، بيعمل الدستور لمين؟ هو مقسم الدستور ومقيفه على مقاس مين؟ ما احنا لازم نشوف العلة فين. ما ينفعش ان احنا نمشي ورا الرئيس لان هو الرئيس. لا، احنا طلعنا بعد 25 يناير نقدر نقول للرئيس لا. وجهة نظر حضرتك ايه استاذ احمد؟ لا يا فندم، رد عليا. مين اللي قسم البلد؟ من ريف الملوكيه. ما ايوه فندم، مع حضرتك. اتفضل. انا حضرتك من ريف الملوكيه يا فندم. انا لا، انا من ريف الملوكيه واعز اصحابي الناس المسيحيين اللي موجودين هنا. مالناش دعوه بمسيحيين، احنا بنتكلم عن مصر جدا. احنا بنتكلم عن مصر يا استاذ احمد، ما تتوهنيش. نعم انا بركز في حاجه معينه. مين اللي قال لك ان متقسمه؟ نعم، مين اللي قال لك ان متقسمه حضرتك؟ الله. مش انت اللي قلت، مش انت اللي قلت القضاء منقسم والشعب منقسم؟ انا بقول انتوا عايزين تقسموا البلد. احنا مش بنقسمها، واحنا اللي واقفين في التحرير. يا ريت كنت خدت واحد واقفين في الاتحاديه. استاذ احمد، استاذ احمد ارجوك، احنا بننقل صوت الشعب المسكين. آه. اللي واقف من بقاله اسبوعين عشان يطالب بحقوقه. اديك خبر، اديك خبر من اليوم السابع الوقت انتشر نشر فورا الان اعضاء النيابه العامه يعلنون تعليق العمل بالنيابات على مستوى الجمهوريه، ويطالبون بإقالة وزير العدل والبلش والنائب العام، ويقررون الاعتصام، ويطالبون القضاء الأعلى بالتحقيق في واقعة خاطر وحمزة، محاولة تغيير قرارات النائب العام أو محاولة تغيير قرارات المحامي العام ورئيس المحكمة، وبيطلبوا في مؤتمرهم الحاشد الدكتور النائب العام السيد النائب العام انه يستقيل مرفوع الرأس، لان دي مش قضاء، ده مش نيابة، ده مش حكم. طالبوا بإلغاء ندب المحامي العام لبورسعيد المستشار محمد الحلو وعودته الى منصبه لانه اخواني، وعلى مستشار الزندفي انه في حالة عدم تنفيذ القرار سيتم الدعوة لجمعية عمومية طارئة لقضاة مصر. رئيس قضاة احمد الزند اعلن ايضا ان في وسط الظروف الحالكة السواد التي يعاني منها شعبنا يجب ان احنا نتمسك، نتمسك ونتماسك، لانه بيحاولوا يخوفونا. واضاف الزند ان النائب العام لما نقل الدكتور المستشار خاطر وبعدين رجع في كلامه، ده مش قرارات. وبعدين رئيس الجمهورية الدكتور مرسي ضرورة اصدار قرار بتعديل المادة 78 ونقل تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الاعلى مش عنده، مطالبا وزير العدل المستشار مكي التنازل عن منصبه والعودة الى منصة القضاء. ده ايه ده؟ انا بقولك من عندي. استاذ احمد انت لسه معايا؟ مش الاستاذ احمد، مش هو طلع البقين، طلع البقين. معايا يا فندم، بس حضرتك هسألك حاجة يا فندم. اتفضل. المجموعة القضاء والزند والمجموعة دي حضرتك موت مصر كلهم. دول ما يمثلوا مصر. الله. ده القضاء المصري. دولة من غير قضاء ده يعني ما تبقاش دولة. أنت عايز هم اللي يحكموك، هم أبو إسماعيل والبلتاجي والمجموعة بتاعتهم؟ أنت عايز مين اللي يحكم مصر؟ اسمعنا يا فندم، أنا ما بكلمكيش إن أنا مالي يا إخواني يا فندم، لو سمحت اسمعيني بعد إذنك. إحنا معاك، اتفضل. يا فندم بعد إذنك اسمعيني، أنا ما بقولكيش أنا مع صفوة حجازي ومع الناس ديت، المجموعة دي ما هياش مصر والقضاء ما هواش مصر. حضرتك الناس ديت 2 مليون بيتكلموا، القضاء هو مصر يا استاذ احمد. حضرتك قاعدين في بيوتهم قاعدين بيتحرقوا عشان خاطركم. القضاء هو مصر يا استاذ احمد. البلد من غير قضاء ما تبقاش بلد. هو 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 متفق معانا في جزء، هو بس بس طب حضرتك نازل تقول ولا لا على الدستور برضه من الاخر يعني استاذ احمد؟
ان شاء الله اقول عايز باذن الله علشان مصر مش اكتر. هتقول اه ولا لا على الدستور؟ مجرد سؤال. تطلع ثلاث درجات من 10 درجات سلم. نعم؟ هقول اه يا فندم. هيقول اه للدستور، هيقول اه، هيقول لا يعني. هيقول نعم. طب خلاص يعني، طب سيب اللي عايز يقول لا هيقول لا. سيب الناس بحريتها. خلاص كل واحد من حقه يتكلم ومن حقه يستفتي. ده يا فندم انا ما قلتلكوش قول له لا، انا ما قلتش حاجه، انا مش زعلان. امال ايه اللي حصل؟ لا يا فندم انا مش زعلان، بس حضرتك ما تشجعيش تقولوا قولوا لا، ما ينفعش. لا اشجع اللي يقولوا لا، لان انا مع الناس اللي في الشارع بقالهم اسبوعين. انا مع الناس اللي عماله بتتضرب. انا صوتهم هنا. انا صوت الناس دي. لازم ان حضرتك الاعلام يبقى محايد حضرتك. لا 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 معلش، الاعلام المصري عمال يضلكوا. احنا الاعلام بتاع الشعب، احنا اعلام الشعب. انت لما تلاقي الناس بتتصل بينا كل يوم مش اكتر من 15 20 مكالمه، الحقونا. وبعدين احنا مش هو مين الاعلام اللي عندك الصادق؟ اعلام الحكومه؟ ما انت شايف الفضائيات التانيه بيحاولوا يرهبوها، واقفين قدام مدينه الانتاج الاعلامي عشان يمنعوها. هو ده الاعلام اللي انت عايزه؟ عايز الاعلام القناه الاولى والثانيه والثالثه وهي بتذيع ذهب الرئيس، جاء الرئيس، صلى الرئيس، صلى. عايز الاعلام يبقى محاصر من ابو اسماعيل وياخد منه اذن ان هو يدخل جوه يعمل اعلام؟ ايه البلد راحت فين؟ ما سمعتش عن استقاله رئيس التلفزيون؟ استقالته؟ ما سمعتش عن استقاله مذيعات وحملهم الكفر على الهواء؟ يا فندم ابو اسماعيل يدي تصريح حد يخش ولا حد يطلع ومحدش يتكلم في موضوع زي كده يا فندم. نعم؟ لا 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 انا لا 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 معلش يا فندم، انا ما اسماعيل لا بيقول لحد يخش ولا اطلع ولا بيمنع حد من الدخول. يا انت مش بتقرا الاحداث، انت مغيب. شوف ايه اللي حصل للمخرج خالد يوسف. خالد يوسف والمذيعه بتاعه العربيه الوقتي وسعد الدين ابراهيم كسروا عربيته. هم واقفين ليه عند واقفين ليه عند ده فكر صائت يا فندم. الله، طب ما هو مين مشجعه؟ فين الدولة؟ مين مشجعه؟ مين مخليه واقف هناك قاعد بقاله اسبوع هناك؟ استاذ احمد والدتات وعمين انا بطالب منك عايشين هناك. انا بطالب منك تسلك ودانك وتسمع الاخبار كويس وتفتح عينيك وتشوف الاخبار. فكر صائت بتاع خالد يوسف يا فندم. نعم؟ خالد يوسف اللي فكره صائت يا فندم، بيدعو للرذيله. يدعو للرذيله؟ لا معلش، هو انت هتحكم الناس؟ مش ممكن. الله، هو انت تبقى قاضي ونايم نيابه وحط مين؟ حتى لو هو كده مين يديهم الحق ان هم يضربوا له العربيه بتاعته ويبقى فيها اعتداء عليه؟ مش عايزك تتكلم ولا يعني انا اجي انزل يعني مصر. انت عايز الاعلام يبقى يعني ممسوك من ابو اسماعيل؟ لا 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 غير كده، عايزني انزل مصر اقول احمد ما بيصليش يكفر لانه ما بيصليش؟ انت عارف ان الحكم ده. مين اللي بيقنعكم بالكلام ده بس؟ ده هو مش عارف يقول ايه يعني. هو مش عارف يقول ايه. لا يا فندم مش عارفين كده، لا 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 يا فندم، لا يا فندم. هو عايز يقول كلمتين وخلاص. ربنا يباركك يا استاذ. ماشي ماشي يا فندم. ربنا معاك. واحنا متشكرين جدا على مداخلتك، بس ارجوك انا ما انا خايف على مصر. خايف على مصر. طبعا. ده هو طالع يبعبع. طالع يرفع صوته مع مين؟ ما تعرفيش. ضد مين؟ ما تعرفيش. بقول لك حتى مع غلابه، معلش غلابه غلابه يا خساره يا شعب مصر. ايوه اتفضل. معانا الاخت ناديه، استاذه ناديه. الو الو الو، ده طلع نادي. ايوه مين معانا؟ ايوه مساء الخير. مساء النور. انا اهلا. انا وديع. مين معانا؟ وديع. ايوه استاذ وجيه اتفضل. اهلا بيكي. انا بعقب على المكالمه بتاعت الاخ احمد ده، يعني شور ومليون في الميه ده تاع اخواني وتبع الجماعه ولا يمت اطلاقا لمصر ولا للوطنيه ولا له مصلحه على البلد. اللي كان بيقول لك القضاء نفسه ما بيمثلش الدولة، هو ده مصر من غير القضاء لا تساوي شيء، ما يبقاش في دولة أساسا. ما يبقاش في دولة. هو أستاذ وجيه هو مش عارف يقول إيه بالظبط يا دكتور رحومة. هو مش عارف حاجة، هو مش عارف فعلا. وبعدين عاوز أقول لسيادتك حاجة، النهاردة لما الظواهري
يقول ان مش موافق على الدستور او وافق على الدستور. الظواهري ده اساسا يعني انا بسال حضرتك وهقول لك الجواب. هو الظواهري ده اساسا ممثل او مصنف ايه؟ جمعيه ارهابيه يعني تبع ارهابيين تبع اسامه بن لادن، وبالتالي الاخوان المسلمين تابع ليهم، وحزب الله في لبنان تابع ليهم، وللاسف الشنيع انهم لا يمتوا للاسلام بشيء، واخدين الاسلام تجاره. انا اصدقائي معظمهم من المسلمين المعتدلين المحترمين، وفي محبه جدا بيني وما بينهم، وبيحبوا مصر، والناس المسلمين الوسطيين اللي هم فعلا مصريين ويعرفوا مصر، مصلحة مصر. انما دولت ناس طلعوا من السجن للحكم، فما يعني دولت عاوزين دكاترة نفسيين، مرسي وعوان والناس دول كلهم عاوزين دكاترة نفسيين. استاذ وجيه انت أتفضل. انت هتنزل تقول ايه يوم السبت؟ انا صدقني بمنتهى الامانه، انا لو انا بتكلم حضرتك هنا من امريكا، انا ما عنديش بطاقه رقم قومي، انما كل اللي كل قرايبي وكل اللي بكلمهم في كاليفورنيا كله بقول لهم انزلوا قولوا لا، لان لا او نص، لان ده دستور بلدنا. نعم. وبعدين ده مش رايي انا الشخصي، ده راي الناس المثقفه اللي هم فاهمين، القضاء والمحاميين وجميع 95% من شعب مصر. ربنا يحمي البلد يا رب. شكرا ليك استاذ وجيه على اتصالك، ونصلي لاجل مصر، ونطلب برضو وعي لكل الناس. لازم نقول لهم ما تنزلوش يوم السبت وتقولوا نعم، قولوا لا، لان لا هي اللي هتحمي بلدنا. اشكرك استاذ وجيه. معنا الاستاذ سيد عمار. الو استاذ سيد. الو، اهلا وسهلا بحضرتك. يا استاذ عايدي، اهلا بيك. اهلا بيك، اهلا بيك، واحييكوا على البرنامج الجميل ده. ربنا يخليك. معانا دكتور محمد كمان. طب انا هقول لسيادتك على حاجه. اتفضل. انا بقول لشعب مصر، شعب مصر العظيم العريق، بقول لهم اطلعوا يوم السبت وقولوا لا للدستور. تمام. لان الدستور هيدفن الجميع بالحياه. ماشي يا استاذه؟ ايوه اتفضل. وبقول كمان حرام نضيع مصر، حرام نضيع مصر. مصر أكبر من إنها تضيع. أشحم أشحم كفاية الغلطة الأولانية، كفاية غلطة غلطة، مش عايزين نكرر الغلطات تاني. أقول لشعب مصر أشحم وما تضيعوش مصر. أمين. ما تضيعوش البلد. ربنا يخليك. لأن الدستور ده، لأن الدستور ده لو تم هيضيع البلد. ما هماش نازلين تاني، مش نازلين، والبلد هتتباع وهتتجسد، وهتتجسد حرب عصابات وحرب أهلية. أستاذ سيد عمار، أستاذ سيد عمار، إحنا بقدرتنا وبقوتنا لن تقسم مصر، لن تدمر مصر، مصر محمية، مصر مصانة، ما تخافش. بس المهم ندافع عن حقوقنا، المهم ننزل بعد يوم السبت ونقول لا، ننزل ندافع عن كياننا، ننزل أمام الاتحادية، وننزل في ميدان التحرير. اتفضل. يا أستاذ. نعم. الأستاذ كان فيه عقاشة. يا معلم التلفزيون، انا هحب جزمته. محدش صدقه يا استاذ. نعم. وكلامه جه ده مش رئيس مصر، ده رئيس
جماعة، ده رئيس جماعة. أنا برد على الكلام اللي قاله الأستاذ اللي قبل مكالمتي دي. أستاذ سيد، منين أنت وصلت للقناعة دي إن هم دول ضد مصلحة مصر؟ منين وصلت للقناعة دي؟ وصلت للقناعة دي لأن أنا راجل فاهم. أنا بناشد الفقراء، بناشد الشباب الحر، بناشد الشيوخ إنهم يسألوا أستاذ مصلحة مصر يقولوا لا على الدستور. طيب يا أستاذ سيد أشكرك، وإحنا بنضم صوتنا ليك، وغالبية الناس كلهم، كل الناس بتقول لأ على الدستور، كل الناس بتقول نعم لمصر الحلوة الجديدة، مصر الثورة، إنما لا للدستور اللي هيقسمنا، اللي هيقزمنا، اللي هيبوظنا، اللي هينهي وجودنا. الدستور لا يمثل الشعب كله، فهو لا يصلح من أبسط الأشياء، يعني لا يمثل الشعب كله. لما بيبقى في مثلا واحد يطلع على الفضائيات ويهدد المسيحيين، جزء كبير، شريحة كبيرة من المسيحيين موجودين في مصر يحبوا البلد ودافعوا عنها وراحوا الحروب وشاركوا اخواتهم المسلمين، ليه التهديد؟ ليه الحوار ده؟ ده هو عايز يقول ان المسلمين، الشعب المصري غالبيته مسلمين، رافضين مؤيدين لمرسي، وان سبب المشاكل دي المسيحيين، لانهم الوقت اصبحنا اغلبيه، الوقت احنا اللي بنعمل المليونيات بالظبط، بيقول 25% من اللي موجودين في الاتحاديه مسيحيين. لينا كل التاثير ده للمسيحيين، ساعات يكبرونا وساعات يقللونا على حسب لازم يحطوا الفتنه في النص. يا صفت ما ينفعش ان احنا كلنا مصريين، لا لازم يبقى في فتنه في النص. بصي البلد، الورقه اللي بيلعبوا عليها البلد دايما، البلد مهزوزه، لا قضاء لا جيش لا شرطه لا امن ولا امن ولا امن، وكمان وكمان فتنه. الله بتقسم ده على ده، ده احنا ما صدقنا واقفين في الميدان وحدي مع بعضينا ايد واحده. صحيح، ما صدقناها. مش في مصر بس على فكره، حتى هنا المظاهرات اللي طلعت كلها انت حضرتيها يعني كان معانا واحده محجبه وجميله وبتهتف ضد مرسي وضد الاخوان، ومجموعه كبيره مسلمين، بس عشان هي الوحيده اللي كانت محجبه فيهم، فواضح جدا مسيحي ومسلم واقفين مع بعض ضد الاخوان، ضد اخوانة الدوله. مش هي دي مصر يا جماعه؟ مش هي دي مصر اللي احنا بعد ثورة 25 يناير نتوقعها؟ مين يسمح يا هايدي لصفوت حجازي انه يقف ويقول الكلام ده؟ مين يسمح؟ هم سامحين له. نشوف الفيديو ده. رسالة إلى الكنيسة المصرية من مصري مسلم، أقول للكنيسة والله ثم والله، لو تآمرتم واتحدتم مع الفلول على إسقاط مرسي سيكون لنا شأن آخر. نعلم أن هناك 60% من اللي عند الاتحادية، 60% من اللي عند الاتحادية نصارى، ونعلم وأقولها لعل صباح يسمعها، وقلتها من عند ربعة، نعلم وعندنا تفاصيل كاملة بالصوت والصورة للاجتماع الذي دار في الكيلو 45 في فيلا البرعي، وكان حاضرا أحمد البرعي والبرادعي وحمدين صباحي وسيد بدوي وجورج إسحاق ومنى مينا. أقول لهم عندنا نص الكلمة التي قالها حمدين، قال سنملأ الميادين مظاهرات وسنشعل ميادين مصر مظاهرات، بالروح بالدم نفديك يا إسلام، 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 بالروح. قال حمدين صباحي
سنملا ميادين مصر بالمظاهرات وبالثورة. أما إخواننا في الكنيسة هكذا قال بالنص، أما إخواننا في الكنيسة فسيتكفل بهم أخونا جورج إسحاق. طيب بيعدوا كده، هي انا اعتقد ساعة الصفر خلاص، هي احنا دخلنا في ساعة الصفر ما قبيل ساعة الصفر. احنا الان ده تهديد علني، تهديد، ده فتنة علنية. اللي موجودين في الميادين كلها في انحاء الجمهورية مصريين، تقدر تفصلي؟ كنت لسه هقول ما تقدرش تصنفهم، ما تقدرش تعرف مين المسلم يعني مثلا المسيحي. الدم بتاع المسيحي مختلف، شرب مية غير غير مية مصر، لونه مختلف، عقله مختلف. لا. يعني مصري مسيحي ومسلم يعني مصري 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 مصري. عموما معانا مكالمات كتير ناخد. طيب. معلش الاستاذ جوزيف، انا كنت عايز اللي يرد عليه البابا شنودة. البابا يرد عليه البابا. طيب. شنودة. نشوف رد البابا على تهديد الكنيسة، تهديد الكنيسة وان احنا متآمرين. إن الحب الذي فينا لا يعرف تعصبا ولا تفريقا، فنحن أخوة في هذا الوطن. إن وطنية الأقباط لم تكن في يوم من الأيام موضع سؤال ولن تكون. وإن تاريخ مصر لا يسجل في كل حين مواقف مشرفة وطنية للأقباط إلى جوار إخوتهم المسلمين. ونود أن نحتفظ بهذا الحب على الدوام، لا تؤثر فيه أحداث مؤقتة، لأن الحب أكبر من الأحداث. وأرجو أن تظل مصر شالمة باستمرار، هادئة باستمرار، لها الوجه المشرق الذي نحبه لها في كل حين. ونحن نحب هذا الوطن، نحب ترابه وماءه وتاريخه وأمجاده وحاضره وماضيه ومستقبله المجيد بإذن الله. وصدقوني يا إخوتي، في كل مرة كنت أسافر إلى الخارج كنت أعد الأيام الباقية علي حتى أرجع إلى هذا الوطن المحبوب. وكان هذا الوطن ولا يزال بالنسبة إلينا نشتاق إليه كما يشتاق العصفور إلى عشه، وكما يشتاق الرضيع إلى حضن أمه. فمصر أمنا جميعاً، ومصر ستظل باقية مشرقة قوية بجميع أبنائها. نحب كل أحد، نحب المسلمين كما نحب المسيحيين، نحن لا نعرف سوى الحب. والحب هو ده المصري الأصيل يا صفوة حجازي، هو ده المصري الأصيل اللي اتعلمنا منه كلنا كل المصريين ازاي نحب مصر. مش اللغة بتاعتك هي صفوة حجازي اللي هتقود الشعب وراء الفتنة الطائفية، ولكن كلنا بنحب مصر زي ما البابا قال بالظبط. يشرفني ان انا انتمي الى هذا الاب الجميل اللي اتحرمت منه الكنيسة كلها واتحرمت منه مصر كلها، ولكنه هو ده المصري الاصيل في الاول وفي الاخر بيحب مصر وشعب مصر وارض مصر، ما يعرفش الفتنة، ما يعرفش يفرق ما بين مسيحي ومسلم. معنيش معانا مكالمات كتيره، ناخد الاستاذ المصري. الو المصري. الو ايوه اهلا وسهلا. ألو. بحضرتك اتفضل. اهلا وسهلا بيك.
خير. مساء النور، تفضل حضرتك على الهوا. ازيك يا استاذه هايدي؟ اهلا بيك. ازي حضرتك؟ نشكر ربنا الحمد لله، معانا الدكتور محمد. اهلا وسهلا بيك. ازيك يا دكتور محمد؟ ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيك. لا انا زعلان من حضرتك. ليه بس؟ نسيتني. مين معايا؟ مصري بتاع سوهاج. الله. طب اقول اسمك؟ ليه بس؟ لا لا لا. طيب انا بعتذر لك، انا بعتذر لك. الاحداث الاسبوع الماضي والايام دي ايام صعبه جدا، فانا بعتذر لك. سامحني سامحني. انا هتصل بيك بعد البرنامج، هتصل بيك بعد البرنامج. انا مسامحك. عامل ايه؟ اخونا متنصر، ربنا معاك. ربنا يباركك. ربنا معاك. ربنا يحمي مصر وشعب مصر كله. خلينا ايد واحده دايما كده وقلب واحد. وانا هقول لك اخبار حلوه بكره، انتظرني بكره في حرام يسوع، هقول لك اخبار حلوه قوي. ايوه ان شاء الله باذن الله. وبرضه راح اتصل مداخله مع حضرتك بكره باذن الله. طيب عشان في حاجات مش هتكلم اخذها بصفيه بصراحه، يعني الخوف ما عندوش مجال. لا برافو عليك، يحميك ربنا يا رب. برافو عليك. ايه رايك في الدستور؟ يعني خلاص خلاص، يعني كل ما يعني كل ما اللي هو صحيح الاول الواحد كان خايف وكده يعني، بس حاليا صدقني مهما تكون النتائج الواحد فكر في كل حاجه، مهما تكون النتائج والمشاكل والمتاعب والمصائب صدقني فكله دوت مش هيحصل لي شيء الا بإرادة ربنا. ربنا معايا، وانا واثق من كده ان ربنا معايا ومش هيحصل لي اي حاجه. انت عارف يا مصري، يا مصري يا استاذ خا، انت عارف ان أيوة. ان في امام الاتحاديه، امام الاتحاديه في عدد مننا بيمثلونا، فما تخافش. احنا أيوة واحد، احنا لا ننفصل عن مجتمعنا ولا ننفصل عن هؤلاء الناس لان دي بلدنا. ربنا يخليكوا لينا. استاذ مصري يا ريت تقول لنا. دكتور محمد. ايوه دكتور محمد، يعني الاسبوع اللي عدى في الاجتماع اتفضل. الو. ايوه سامعينا. صدقني في الاسبوع اللي عدى كنا في اجتماع، وبرضه ايه كان جانا واحد من محافظه من وجه بحري، برضه كان يعني من خلفيه اسلاميه، واعلنوا عنه في الكنيسه وكده، وكانت فرحه جميله جدا جدا جدا. انت نازل انت نازل تقول ايه بكره يوم السبت؟ انا فاهم. انت نازل طبعا موقف معروف يعني يا دكتور. نو 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 لا يعني نو يعني لا نو يعني لا. ده انت عندك لغات يا عم، عاش الصهاج يا عم، انت عندك لغات اهو. ربنا يحميكوا ويخليكوا لينا يا رب. يكون الشعب المصري كله واعي فعلا ايه هو الدستور، والدستور لا يمثل الشعب كله، فلازم الشعب يعرف هل ليه في الدستور ولا يقول لا عليه، عشان لازم يكون ليه في الدستور. الدستور متقسم على مين؟ صدقيني يا استاذ هايدي. ايوه صدقيني يا استاذ هايدي، هم بيبينوا الحاجات الايجابيه اللي فيه بس ما بيبينوش الحاجات السلبيه. هو ما يعرفوش ان هو مطاط حاطين ما بين السطور ما لم يقال. طبعا طبعا فيه. وهي هي دي الخطوره. هي أيوة دي الخطوره. ربنا ربنا يستر ويحمي مصر. صلوا لنا بس كده وربنا يعطينا. شكرا ربنا معاك يا استاذ مصري. التصريح الان للاستاذ للدكتور حجازي رئيس الوزراء السابق بيقول ايه؟ الاسبق بيقول ايه؟ مشروع الدستور موضوع انشا يصلح انه يكون مقرر على تلاميذ اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي. ما فيش اكتر من كده يعني، ما توصلوش لعم السنه خمسه ولا سادسه، لا ما يوصلش. لانه كلام كلام عبيط، كلام انا ما اعرفش دول ازاي شيوخ القضاء وعم. معلش. اتفضل. بنشكر حضرتك استاذ مصري، ومعانا مكالمات تاني. ابن الرب. الو. خير. الو ابن الرب. اتفضل. اهلا مساء النور، اتفضل. بمس عليكم وبشكركم على البرنامج الجميل ده. ربنا يخليك. انا بس كان ليا سؤال للدكتور رحومه. اتفضل. ايه يعني ايه السيناريو المتوقع خلال الفتره اللي جايه، سواء كان الدستور بالموافقه او بالرفض، ويعني في مؤشرات كثيره بتقول انه هيكون في الرفض. بص يا ابن الرب، في تقديري الشخصي حتى لو اتشال مرسي ونجحت الثورة انها تقتلعه، في الاستبن بتاع مرسي برضه، ما هم النظام الاخوان نظام الاستبنات، فيقول لك احنا اصحاب الاغلبية واحنا هم مش اغلبية، بس هو الخوف والرعب، احنا عملنا تمثال، عملنا عفريت ومش عارفين نصرفه. هذا العفريت لا يصرف الا بالميدان، الا امام قصر الاتحادية وامام التحرير والميادين المصرية تخرج.
احنا قادمين على بحيرة براكين دم. احنا بنقول يا رب في دم في دم. السيناريو القادم نقول يا رب، ما عندناش غير نقول يا رب. نثور، نرفض هذا الظلم، هذا البهتان، نرفض حكم الأقلية الإخوانية، ونقف ونقول تحيا مصر. أمين أمين. هل طب حاليا بيحقق نبوة أشعياء النبي؟ أعتقد إحنا قرينا الكلام ده وقلناه في برامجنا في حررني يسوع، فانتظرنا بكرة ونتكلم في الموضوع ده. أشكرك يا ابن الرب، ربنا معاك، وينزل وقول لأ، وشجع أخواتك ينزلوا ويقولوا لأ، وما تخافوش ربنا موجود. بنشكر حضرتك. معانا مكالمة من الأستاذ جوزيف من كندا. ألو أستاذ جوزيف. ألو مساء الخير. أهلا بيك، معلش تأخرنا عليك. لونو معلش، احنا عم يعني بالتأني سلامة مثل ما بيقولوا. ربنا يخليك. يعني لا أنا انت من أهل البيت، انت من أهل البيت. الله يخلي لنا ياك اللي عطيتني هالاسم الحلو، لأنه أنا ما استاهلش، لأنه انت مناضل. ربنا يباركك. النضال يلي عم تناضله خلي كل الشعب يعرفه من أجل الحق والبر والضمير، راحة الضمير بقى. يعني أنا بالنسبة إلي، لأنه عندي يسوع المسيح عطيني الضمير، أنا ما بثق بالحكومة كلها، لا بثق إذا قالوا إيه ولا قالوا لا، لأنه كل الكاريزما غلط. قالوا نقربهم 100 يوم طلعوا كذابين، حتقربهم لإيمتى يعني؟ ولا بساحة التحرير هو يلي بيفصل المعركة، والعالم قالت نو بساحة التحرير مش بالصناديق. انتبهوا يا جماعة، يلي بيقول نو بساحة التحرير عم بيرفض كل الحاجات بقى. بالصناديق حيلعبوا فيها، لأنه الدليل على ذلك ليش حيلعبوا بيها؟ لأنه عملوا التصويت ليومين، لأنه ما فيش قضاة كافيين، معناتها بس تنسحب القضاة من يعني المكاتب الصناديق، وإذا هم عم بيأجروا الفراش والكذا بالمكتب المحاكم بقى. انتوا عرفوا التحركات بتاعهم وين رايحة. اجل الانتخابات عملوا ليومين، ليش؟ كل واحد لازم يقول ليش الاستفسار، ليش؟ لانه ما عندهمش يعني قضاة كافيين ليراقبوا الصناديق كلياتها، او قضاة ياخذوا رشوة بقى. القضاة اللي بيعرفوهم من الحملة الأولى حيردوا يحطوهم بالحملة الثانية بقى. انتو لازم الإنسان يوعي المشاهد انه حتى اذا انت قلت لا، صوتك مش حيكون مسموع. يعني مثل اوقات مثلا انا بتكلم مثلا معاكم بالفضائية وما فيش ما فيش حرارة بقى، هدول لا يوثق بيهم، عرفت؟ لو بيعملوا مناورة حتى اذا بتقول لا، انا هل انا مأمن انه صوتي حيكون مسموع ولا حتوجهوا الرسالة لمين؟ مفيش. صحيح. هذا كله كذب يعني. انا برأيي الخاص بضمير، مش لانه واليوم حرام. في طلاب رايحين على المدرسة بدمشق بقطنة ماسكين السندويشة الصبح، اجت قنبلة وقتلت 20 طالب اولاد صغار، مو حرام؟ هذا هو مرسي، وهذا هو اللي العالم عم تتأمل. ما يعرفوش الا لغة الدم للأسف. هم لا 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 ايه ولا لا، هدول ما يتعاملش معهم، هدول قتلة وزنات وكذابين. ربنا يستر ويحمي البلاد كلها. بنشكر حضرتك استاذ جوزيف عشان معنا مكالمات كتير، ربنا يخليك لينا وصلواتك دايما للشرق الاوسط كله. معانا الاستاذ استفانو. الو استاذ استفانو. بهجت يوسف معاكي. بهجت يوسف معاكي. اهلا استاذ بهجت، اتفضل. سامحني معلش، معايا مكالمات كتير. اتفضل، اهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا، احنا كده على الهوا. ايوه اتفضل. اهلا، مساء الخير لحضرتك ومساء الخير للدكتور رحومة. انا طبعا اتمنى ان الكل يقول لا، بس اللي انا شايفه من البلاد في مصر يعني ومن النظام في مصر، ان مهما الناس قالت لا الدستور ده هو اللي هيمشي، ومهما الناس عملت مظاهرات سيكون بحور من الدماء من اجل انهم لازم يمشوا هذا الدستور.
وبعد كده هيكون تأديب كبير لكل الناس اللي كانت ضدهم، وهيعملوا أسوأ من إيران. وأنا لسه سامع الكليب الظريف جدا اللي انتوا جبتوه عن قداسة البابا شنودة. وأنا شايف إن ربنا خد البابا شنودة بالذات في هذا الوقت، لأن هذا الرجل يحب مصر جدا من كل قلبه، وربنا خده علشان ما يشوفش اللي هيعملوه المصريين في بعضهم. يا رب يسترها. احنا يجب ان احنا نصلي لاجل، احنا عندنا ناس كتير من بلادنا ومن اهلنا هناك، وفي ناس كتير ضعيفة الحال مش هتقدر تقف لما يطلع قدامهم مثلا 20 واحد سلفي و 30 واحد سلفي ويا الاسلام يا اما هنذبحكم. انا بقول لحضراتكم ان في ضعاف نفوس كتير، وفي ناس كتير هتروح في الرجلين في الاسلام في هذه الفترة. نصلي. انا مش خايف من المسلمين، انا خايف من اخواتنا المسيحيين انهم ما يكونوش ثابتين في الايمان ليظهروا المسيح كما يجب. انما انا معاك يا دكتور رحومة ومع المدام ان احنا يجب نقول لا، انما حتى لو يعني لو في 80 مليون بالوتس قالوا لا، تأكدوا انهم هيمشوا الدستور وهيعملوا اللي هم عايزينه مهما قالت الناس. ربنا يسر. نعمل اللي علينا، نعمل دورنا. صحيح. نعمل دورنا، نعمل اللي علينا وزيادة كمان. ربنا هيحمينا، ما تقلقش على مصر، ما تقلقش على الشعب المصري. مرينا بظروف كتيرة وحشة برضو، وربنا وقف معنا. بنشكر حضرتك أستاذ بهجت. الله يخليكي. تابعنا. انا مش قلقان لان مصر في قلب المسيح. اكيد انا مش قلقان لان مصر في قلب المسيح، وربنا قال مبارك شعبي مصر، ولكنه قال ايضا اضرب المصريين ضاربا فشافيا. طيب. احنا دلوقتي في الضربة دي منتظرين شافيا وبعد كده ويعرف المصريين الرب. فاحنا دلوقتي في الضربة دي نصلي ان نعرف نحن الرب من قلوبنا وليس من شفاهنا. برافو. برافو. شكرا. بنشكر حضرتك. يا ريت تتابع معنا باستمرار استاذ بهجت. معنا الاستاذ استفانو. ايوه اهلا بحضرتك. مساء الخير. مساء النور. مساء النور. الله يخليك يا استاذ هايدي. اهلا بيك. مساء الخير دكتور رحومة. اهلا. مساء النور. الله يخليكم. يعني انا يعني ليا رؤيه صغيره جدا بالنسبه للدستور. الدستور في جميع انحاء العالم بيبقى فرحة قوية جدا طبعًا. للشعب المنشأ للدستور بيبقى يعني عرس جميل صح. جدا في جميع اطياف الشعب، ولكن في مصر اصبح حاجة قاعدة شاذة جدا ان الاسلاميين عايزين ينفردوا بالدستور. ايه يعني ايه الظاهرة الغريبة دهيت؟ الاسلام، هل مصر ما كانش فيها اسلام قبل كده؟ او هل مصر يعني المسلمين اللي موجودين حاليا اللي بيؤمنوا بالتوحيد وبيؤمنوا بكل قواعد الاسلام دول مش مسلمين؟ يعني الاخوان المسلمين لو فكروا شوية وعارفين ان هم بيضحكوا على الشعب ضحك واضح جدا، ولذلك مش هينتصروا عشان دي كذبة، وكذبة واضحة قوي، مش لاقيين مخرج بيحملوا الاقباط الطريقة دهيت، ومصممين على زرع الفتنة بالطريقة دي. ولكن هيهات، اخواتنا المسلمين عرفوا اللعبة وبالذلك متحدين مع الاقباط بطريقة قوية جدا. برافو. وحيقفوا يد واحدة لاعلان الدستور الحقيقي، مش اعلان الدستور الفارغ اللي هيتعمل يوم السبت، سواء قلنا نعم او قلنا لا. هيقولوا هم لا، هيقولوا نعم عليه، لكن لا، لكن الشعب كله عارف ان ده كذب في كذب. ولكن ربنا ان شاء الله في النهاية هينصر برضو مصر وهيرفع راية مصر بإذن الله، وربنا يبارك. بكل تأكيد. ربنا يخليك. معنا الأستاذ أحمد من مصر. ألو أستاذ أحمد. ألو ألو. أيوة أستاذ أحمد. ألو أستاذ أحمد معنا. أيوة أيوة. دخلت كده أنا مش عارف أنا مين معانا؟ ايوه اولا انا احمد عمران. انا احمد عمران من القاهره. اهلا وسهلا احمد عمران، اتفضل. احمد عمران من القاهره. اهلا وسهلا، اتفضل. اولا انا بحييك يا استاذ هايدي، بحييك على مصريتك ووطنيتك، وانت فعلا مثالي للشخصيه المصريه المحترمه جدا. كتر خيرك. وبحيي الدكتور محمد.
شكرا. وبندعو جميع الشعب المصري داخل مصر وخارج مصر والعالم كله ان لازم ينزل ولا لا. ربنا يخليكوا لينا يا رب. ولازم نقول لمحمد مرسي اللي سرق الكرسي لا. واللي سرق صورتنا واحنا واقفين في ميدان الاتحاديه دلوقتي علشان نسترد الثوره اللي سرقوها. برافو. مفيش حاجه اسمها لا اخوان ولا سلفيه، دول جماعه ارهابيه. استاذ احمد لازم نقول باعلى صوتنا لا ومش هنخاف على مصر. امين. ومصر هي اللي دايمه. وانا بحييكي جدا على الكلمه اللي انت اذعتيها للبابا شنوده، الكلمه دي اثرت فيا جدا. استاذ احمد عمران انا حقيقي فعلا انت يا استاذ هايدي فعلا حقيقي مثال للانسانه المحترمه جدا والدكتور محمد. ربنا يخليكوا لينا يا رب. استاذ احمد انا فخور بيك، انا 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 فخور بيك لانك فعلا بتمثل المصري المستنير اللي ما حدش يضحك عليه. يعني هو عشان قاعد يصلي وكل جمعه يطلع بالوفد بتاعه من دمنا من لحمنا من فلوسنا واحنا فقراء مش لاقيين ناكل، بنشحت المساعدات عشان نوكل الشعب بتاعنا، وانت بتصرف 2-3 مليون كل اسبوع عشان تروح تصلي الجمعه. أنا بشكرك أستاذ أحمد لأنه لم ينطلي عليك ده، أشكرك وربنا مش هيسيبنا، ومصر قوية ومصر قادمة وهتنتصر مصر، رغم الدستور رغم الفجور لكن مصر هتنتصر. بكل تأكيد. بنشكر حضرتك أستاذ أحمد ودايما تابعنا. معنا الأستاذ مراد. ألو أستاذ مراد. أيوة معاك. أهلا بحضرتك، اتفضل حضرتك على الهواء. اهلا بيك، ازيك يا استاذه هايدي؟ اهلا بحضرتك. ازيك يا استاذ رحومه؟ اهلا وسهلا بحضرتك. يعني انا بلاحظ ان الكذب والخديعه والمؤامره ظاهره جدا، ثقافتهم دي ظاهره جدا حتى في الدستور. يعني خارج الدستور موضوع الرئيس لما قال ان الناس اعترفت وكان لسه ما خدوش اقوالهم في النيابه، ادي نوع من الكذب. وحتى النائب العام اللي مشى الراجل ورجعه تاني، حتى الرئيس اللي افضل 4-5 قرارات ورجع فيها تاني. تعال شوف كده يا استاذ رحومه معايا في الدستور قد ايه انهم منطورين اغراض في الدستور وبعدين المواد عن بعضها، لكن لو قربتها من بعضها تشوف هو اغراضهم ايه. يعني الماده الاولى بتقول الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية. دي ليها توجه. ليه دي ليها توجه؟ تيجي على المادة الثانية يقول لك الإسلام دين الدولة. أدي توجه. تيجي على المادة الرابعة يؤخذ رأي كبار العلماء. ده بيناقض الأزهر الشريف في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية. تيجي بقى على المادة 64. لا يجوز فرض أي عمل، مش سكت لا، قال لك إلا بقانون. حاجة يعني حاجة لغم اهو، لغم موجود اهو، يعني لا مؤاخذة في التعبير، مقلب محترم موجود. ال 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 الكارثة بقى في المادة 219. انا عايز حضرتك بعد ما اخلص مداخلتي يا استاذ رحومة. نعم. تشرح لنا المادة 219 دي بتقول ايه بقى؟ تمام. مبادئ الشريعة الإسلامية تشتمل أدلتها الكلية ومذاهب وقواعدها الأصولية ومذاهب والفقهية ومصادرها المعتبرة المعتبرة. أيوة. ومذهب في مذاهب أهل السنة والجماعة. أقولها تاني يا أستاذ رحومة. أهل السنة والجماعة دول يبقى دخلت في في في, في حرسد كده برضو. وطبعا بتمنع. هو بيمنع كمان، بيمنع الاجتهاد. الاجتهاد ده أحد مبادئ الشريعة الإسلامية. يعني هو لما بيقول ان اهل السنه والجماعه، طيب طب ده هو بيقفل. انت عارف اي حاجه ممكن يقولها اي واحد من اي مذهب ممكن تدخل تحت الكلام ده. ليه؟ لانه هو الله ينور عليك. برافو عليك. لا الله ينور عليك. انا ناقشت الماده 219 قبل كده في برامجنا. ارجو المجتمع المصري يعرف ان دي فرصه. الدستور يريد ان يمزقنا، يحطمنا، يقتلنا، يقسمنا، يضعنا كلنا في القفص. شوف، لو انت مسلم وشهد عليك من اتنين انك ما بتروحش تصلي الجمعة او ما بتروحش صلاة العصر ولا الظهر ولا المغرب، انت كافر، يقام عليك الحد، البلد انتهت.
البلد انت. هم مش فاهمين، الغلابة مش فاهمين بيعملوا ايه. دول جايبين المقصلة على رقبتهم، الدستور ده مقصلة بتجيبها على رقبتك. فوق فوق يا اخويا المصري فوق. ده انا عايزك، ده انا عايزك يا استاذ رحومة، انا عايزك ما 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 تقفلش عليها عشان هكمل حاجة بسيطة جدا. الكارثة الكبرى بقى هو كده، سامعني يا استاذ رحومة؟ اتفضل حضرتك اتفضل. هو كده كأنه أرفق، خد بالك من الحتة دي، كأنه أرفق أرفق كل الحاجات دي اللي هي الأدلة الكلية والقواعد الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة وفي مذاهب السنة والجماعة، كل ده كأنه أرفقه بالدستور بدل ما يكتبه أرفقه كأنك مرفق لكم كذا. وده فضفاض. راح جايب بقى المادة، خد بالك بقى يا أستاذ رحومة، جايب المادة 76 بيقول إيه بقى؟ الكارثة الكبرى لا عقوبة إلا إلا إيه بقى؟ خد بالك من اللي جاي بقى. إلا المفروض في كل الدساتير الدنيا إلا بقانون. لكن هنا بقى يعني قتل قتل الدنيا كلها بإيه بقى؟ لا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانون. النص الدستوري هنا إيه بقى؟ الحاجات المرفقة. يعني القاضي تاني يوم مش محتاج قانون، يحكم بالدستور اللي هي ودي ما حصلتش. اللي قلنا عليها اللي قلنا عليها في الاول خالص وسيادتك شرحتها، اللي هي تشتمل الادله الكليه وقواعدها الاصوليه والفقهيه. وهو نفس دي عباره استاذ مراد، الوقت الطويل معانا تلفونات كتيره، هو نفس كلمه مذاهب اهل السنه والجماعه عباره فضفاضه، ممكن تحت عنوانها يعمل كل اللي هو عايزه حتى لو ياتى باراء غريبه تحت هذا العنوان، لان نفس المذاهب الاربعه ما اتفقوش ونفس مذاهب الجماعه ما اتفقتش، ولو اتفقت دي تبقى مصيبه، لان فين ده؟ فين ده؟ ما حصلش في اي دوله اسلاميه في اي وقت على الدوله الاسلاميه انها طبقت هذا الفكر. انا بشكرك ربي معاك. بنشكر حضرتك. معانا بنت الرب. الو الو اهلا بيكي. اهلا بيكي، انا من مصر. اهلا وسهلا، اتفضلي حبيبتي انت على الهوا. بصراحه البرنامج بتاعك برنامج جميل، ربنا يخليكوا. اه والله، وانتوا بتحطوا يعني الامل فينا. ربنا يخليكي، الامل دايما موجود بالايمان حبيبتي. الحمد لله. والاستاذ رحومه بصراحه، يعني الدكتور رحومه بصراحه مدينا تشجيع حلو جدا جدا وفاتح نفسنا كده ان احنا نتكلم. بصراحه يعني انسان فعلا يستاهل كل خير. ربنا يباركك. ربنا يخليكوا لينا يا رب. عايزه تقولي حضرتك بقى في الدستور؟ عايزه اقول ان احنا هنا يعني مش قادره اتكلم، احنا في اكتئاب. مش قادره تتكلمي، بس انت انا بس يا في اكتئاب، بس بالايمان فعلا يعني صدقيني. ما انا عايز اقول لك حاجه، انا مريت باللي بتقولي عليه كده من يومين، انا فعلا حسيت ان الضغط رفع. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ بيسرقوا البلد مننا، بيسرقوها مننا بلدنا. يعني مش عارفه يعني حتى لو يا استاذ رحوم احنا حتى لو قلنا لا هيقولوا نعم، يعني هم هيقولوا شفتي بدل هم مصممين. بس اقول لك يا بنت الرب، اقول لك يا بنت متمسكين الرب، يا بنت الرب هم مصممين ومتمسكين بالدستور، يبقى تعرف ان هو راح حاجه. طبعا طبعا، ودستور اتسلق ودستور اتعمل في الليل ودستور اتعمل، ده ما ناموش، ده ما ناموش. ايوه ده يعني مطلوبه. أيوة. مهم. أيوة يعني عارفه لا يمكن، مش عارفة مهمة ابدا. مهمه سرقه وطن تمت بالليل، واداهم مرسي التصريح اسرقوا لي الوطن، عايزين نحطه في جيوبنا. ايوه عشان يقوموا الناس من النوم. أيوة. المصريين يلاقوا الوطن في جيوبنا اوريدي ويلاقوا نفسهم. ده لو عنده محبه فعلا للشعب المصري ما كانش يعمل كده. لا ما يعرفش المحبه ده. ما يعرفش. طب احنا نعمل ايه؟ نقول احنا عرب. عايشين نقول ما عرب. عندكش فكره طبعا، ربنا موجود ومسيرها تنتهي، بس هتنتهي على ايه؟ كل خير صدقيني. هتنتهي على ايه؟ يا ريت هتنتهي للخير. اكيد هتنتهي بالخير، لازم يكون عندنا ايمان وواثقين ان وعد الرب صادق. أمين. عينه على شعبه مصر. أمين. لازم هنمر بظروف صعبه، بس ربنا ما خذلناش ابدا، احنا موجودين هنا وموجودين في مصر
وربنا عينه على مصر. لازم نمر بظروف بس ربنا معانا. بنشكر حضرتك بنت الرب وتطمني معانا مايكل من مصر. الو استاذ مايكل، اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم، اتفضل حضرتك على الهواء. ماشي يا فندم. السلام عليكم. اهلا بيك، اتفضل يا مايكل. اتفضل يا بابا. مساء النور، اتفضل يا استاذ مايكل، اتفضل. ايه فضلك يا فندم، احنا مش عارفين يا فندم البلد بتاعتنا رايحه لغايه فين، والاخوان زودوها يعني زود عن الحد اللي هو يعني يقول الخيال بكثير قوي. مش عارفين يعني، مش عارفين مرسي يعني ايه اللي رماه علينا، والحكم حبوا يمسكوه ومش عارف عايزين يطبقوه للشريعه الاسلاميه، والواحد عنده مخاوف جامده من الكلام ده. ما تخافش يا مايكل، ما تخافش. وهو انت عارفه ايه؟ انا حاسس بيه، ليك حق. لسه كل شويه يطلع لي السيد المرشد الدكتور بديع وببيان تحاول ايادي خفيه تعمل بالليل، تحاول هدم ما يبنى من مؤسسات منتخبه لا رغبه في انفسهم للنيل من استقرار البلد وتقدمها. ايه هو اللي بتقوله ده؟ كلام منمق. ايه اللي بتقوله ده؟ يا فندم يا فندم بيلعبونا بالطائفيه يا فندم، بيلعبونا بالطائفيه، مسلم مسلم ومسيحي وبيلعبونا بالطائفيه. ما تقلقش، الشعب المصري واعي وابتدى يشوفهم ويعرف حقيقتهم، والاقنعه سقطت. ثق يا استاذ مايكل ان الدنيا بخير. انا من محافظه سوهاج، مركز البيان سعادتك. عارفها. بيفرقوا لنا سعادتك منشورات النهارده، شفتها بعيني بتوع الحريه والعداله، ان لازم تنتخب الدستور وكلمه الحق طالعه، يعني امور كده مش عارف يعني عاوزين يودونا لغايه فين. اسمعني هقول لك حاجه، هم هيرهبونا، خدي بالك هم بيعملوا ايه؟ هيقفوا للمسيحيين، واذا اذا اذا ما عرفتش تروح وتقول لا ما تروحش خلاص. لا يا فندم، احنا خايفين يوم الاستفتاء يعملوا لنا مشاكل ويبهدلوا البلد. هيعملوا، مش عملوا كده مع مرسي؟ ساعه ما اخترنا مرسي عملوا، مش عملوا نفس الحكايه؟ والقرى اللي كانوا عارفين انها هتقول ضد مرسي ما طلعوهاش، كلها اقباط ما طلعوهاش، واللي قالت نعم طلعوهم، عارفين كل ده، بس ربنا موجود. يا استاذ مايكل، يا استاذ مايكل ربنا موجود، اسمع، ضابط الكل بيده كل حاجه، ما تخافش. بنشكر حضرتك استاذ مايكل. معانا الاستاذ بشوي المراسل بتاعنا في القاهره. اهلا استاذ بشوي، طمنا على الوضع هناك. مرحب بيك يا دكتور، دكتور محمد. مرحب بيك يا استاذ هايدي. اهلا بيك استاذ بشوي. احنا النهارده جايين بخبر يعني محزن جدا 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 لجميع اطياف الشعب المصري، والخبر بينص على ان في مجموعه من الملتحيين معاهم معاهم الكرنيهات لحزب الحريه والعداله، وبيقولوا ان هم ضد الدستور وهم مش موافقين على الدستور دوت، وبيقولوا للناس اعملوا علامه غلط على غير موافق بهذا الدستور. وبالتالي كده بيصبح التصويت بتاع اللي بيعمل كده باطل مليون طبعا. فلازم يعني انواع الشعب ان هم يخلي بالهم من نقطه زي كده، ويعملوا علامه صح في الجبهه اليمين بالنسبه للناس اللي ما تعرفش تقرا، الجبهه اليمين اللي هي غير موافق، لكن لو هو موافق يروح للناحيه الشمال. شوف التلاعب، يا نهار ابيض، شياطين. لا انت شايفه، مش ممكن، انت شايفه المرشد وشايفه ايه ده. محمود سعد دلوقتي لسه طالع بيفضح كذبهم تاني، طلع لهم فيديو بيكذبوا زي ما بيتنفسوا، بيكذب البلد هتضيعوه، حرام عليكم، حرام عليكم، الكرسي يعميكم، الكرسي يعميكم. ما هم بيحلموا بيه بقالهم كم 80 سنة وزيادة. أستاذ بشو معلش أسأله، الوضع إزاي دلوقتي في القاهرة وفي الميادين الاتحادية وفي ميدان التحرير؟ هو بصراحة الوضع عندنا يعني هنا في مصر للأسف ما يطمنش، لأن في الجماعات ديت يعني زي ما سمعنا من كام يوم إن هم عندهم في كل مكان في ميليشيات وفي ناس جاهزه مستنيين ساعة الصفر، وساعة الصفر ديت هل هي هتكون على الشعب المصري ولا على المسيحيين بس؟
لا الكلام ده كله مش معقول. على الكل استاذ احنا النهارده شفنا حاجه يعني في منتهى الغرابه. يعني النهارده يطلعوا الاباء الكهنه من المقطم يقولوا احنا بنصلي لاخواتنا المسلمين وبنحب السلفيين وبنحب الاخوان، والناحيه الثانيه اليوم عند الانتاج الاعلامي بيقولوا ان المسيحيين هم اصل الفتنه، هم اللي بيعملوا الضجه دي كلها ضد الشعب المصري. اعتقد اخويا المسلم هم اتفضحوا، معلش هم اتفضحوا. استاذ بشوي مراسل القناه في القاهره، عايز اقول لك هم الوقت بيدوروا على كل الاسلحه. بص صحيح. سلاح القضاء، سلاح الترهيب، التخويف، التخوين، الفتنة. سلاح الفتنه الطائفيه، كل الاسلحه النتنه انا اسف الصادقه بيسنوها الان وبيعدوها تكون مقصله على رقابنا. الشعب المصري فايق، الشعب المصري حلو، الناس اللي بتتصل بينا دلوقتي مسلمين ومسيحيين بيقولوا لا احنا ايد واحده، ما حدش هيفرقنا عن بعض، وهنقول لا. واذا قالوا نعم وزوروا برضو احنا واقفين في الشارع وهننزل الميادين وهنقول لا لحكم الاخوان. بكل تاكيد بنشكر حضرتك. ايوه يا استاذ بشوي. حضرتك يا سعيدي برضه انا عايز بس اعلق بس على نقطه بسيطه جدا. اتفضل. النهارده يعني انا شايف يعني حاله من الفرحه في عين الشباب المصري. كان الاستاذ النهارده هاني رمسيس في منطقه المعادي كان بيوزع ورق عشان ينبه الناس بالغلطات وكميه الكوارث الموجوده في الدستور الجديد في منطقه المعادي. انضموا ليهم شباب يعني واعي وفاهم ومتعلم وعارف معنى الكلام المكتوب في الدستور دوت من حزب الحريه والعداله اللي في المقطم اللي كان بيتوزع من كام يوم. كان بجد يعني شباب تفرح ان هم راحوا خدوا النسخ بتاعت الدستور ديت وبداوا يفهموا الشعب. الناس اللي هي كانوا بياخدوا زيت وسكر. ومن شويه صغيره جدا انا وانا راجع كان في حد معايا كان راكب في المواصله اللي انا كنت راكبها بساله حضرتك انت مع ولا ضد؟ قال هو بصراحه انا لحد دلوقتي شايف ان الدستور كويس بس مش شايف في حاجه وحشه. فانا كان معايا بالصدفه الكتيب الورق. اللي هو بتاع الدستور واخده من المقطم ومضى عليه الاستاذ عصام الغناني وطلعت له بعض المواد اللي هي ضد حريه الانسان وضد ان ضد الانسان يكون ليه حريه في كل حاجه في البلد وضد ان الرئيس ليه السلطه ان هو يعمل اللي هو عايزه من غير ما الشعب يعني يحاسبه. هو كان بصراحه كان هيقول نعم لكن بعد ما شاف الكلام ده بعينيه في الكتيب ده الصغير ده هو بنفسه قال لا انا خاف على اولادي انا كده كده كلها يومين ثلاثه هتقع على الله واموت. لكن الناس عايزه تعرف الناس يا استاذ بشوي عايزه تعرف الناس عايزه تعرف. انت عارف انا كنت بسمع حلقه امبارح للدكتوره منى ذو الفقار واحده من اعضاء الجمعيه التاسيسيه للاعداد للدستور بتقول لك احنا كنا نمشي نيجي تاني يوم نلاقي مواد في الدستور ما وافقناش عليها موجوده. ده عاملين 100 مسوده يوافقوا على حاجه ويدوا لهم حاجه تاني يوم بيلعبوا معاهم القطه والفار. ده حاجه غريبه يا اخوانا. ايه ده؟ معلش بنشكر حضرتك استاذ بشوي. طمن الشعب المصري، مصر بخير وشعبها هيبقى بخير. لازم هنمر بالظروف دي ولكن كله للخير باذن ربنا. معانا الاستاذه ناديه. الو. ايوه استاذه ناديه. أيوة. ناديه محمد. ايوه اهلا بيكي وحشتينا. وانت كمان وحشتيني. ربنا يخليكي. علي صوتك يا استاذه ناديه. ربنا يخليكي. علي صوتك شويه. تمام كده. طيب مساء الخير. اهلا بيكي وميري كريسمس. ثانك يو حبيبه قلبي. سامعيني؟ ايوه اتفضلي. طيب كل سنه وانتم طيبين بمناسبه الكريسماس ان شاء الله. طيب يا رب يبقى كريسماس سعيد علينا كلنا يا رب. امين يا رب على الشعب المصري كله. امين يا رب العالمين. امين. يعني انا مش فاهمه هم دلوقتي بيجهزوا ساعه صفر. نفسي اعرف ايه ساعه الصفر اللي هم بيجهزوا بيها دي. حرب داخلين على حرب. محمد السباجي وصفوت حجازي. صفوت حجازي بيقول لك يا محمد مرسي الرقاب. يعني يا محمد مرسي يا الموت. يعني يا طبعا يا الموت يا الرقاب. الرقاب يا الموت. مش هو ده الدنيا برضه؟
ما هي دي الديمقراطيه. الظريف بقى الظريف ان هم مفهمين الشعب المصري ان هم مسلمين، ان هم ناس بيدخلوا للاسلام بصله. لا ده الظريف، ده النكته يعني، ان هم قاعدين بيعدوا للدستور اخر يوم. كانوا الاذان الصلاه وجبت يعني، فيا جماعه الصلاه وجبت وبعدين نستفتى. طيب مش عايزين تصلوا، طيب خلاص اما نخلص، طيب خلاص يعني يعني مش مهم الصلاه يعني دلوقتي، الصلاه مش مهم. دلوقتي الصلاه مش مهم، بينقضوا روحهم بعدين. وبعدين عايز اقول للشعب المصري يعني الدستور لا فيه حريه ولا فيه عداله ولا فيه اي حاجه، ممكن ابنك في يوم من الايام يتسجن ما تعرفش هو فين، لانه الحجز بيقول لك بقى لو كان الحجز في مكان معلوم في تبع مثلا مصلحه السجون، دلوقتي مكان لائق بالانسانيه والادميه، اي مكان لائق يعني حطني في مستشفى مثلا اهلي ما يعرفوش انا فين. في نظرهم لائق. لا هي المهم، طب ما هي السجون لائق، المشكله مش في كده، المشكله ان هو مكان لائق مش تبع مصلحه السجون. يعني مكان الواحد يفضل يدور على ابنه ولا بنته ولا اخوه ما يعرفش هو فين. يروح لمصلحه السجون ما يعرفوش حاجه، ويروح للنيابه ما يعرفوش حاجه. استاذه ناديه، مافيا يحطوا في اي مكان. مافيا. نعم مافيا. مافيا. ايوه، والبدايه اهي، والبدايه اهي، حطوهم في اوضه في قصر الاتحاديه على الباب. ايوه صح. انت عارفه هم عملوا يعني ايه؟ ممكن ياخدوا في اي حته ومحدش يعرف عنه حاجه. استاذه ناديه، انت عارفه عملوا ايه؟ بيدوا انفسهم حق الضبطيه القضائيه. يعني اي واحد اي واحد، انت عارف هم اللي قبضوا على الصوار، هم اللي قبضوا على الصوار وقالوا دول بلطجيه. هم انا عندي فيديوهات بكل ده. معروف الشرطه هي اللي بتقدم الضبطيه القضائيه، بتقدم للنيابه الحاله. لا هم الشرطه. انما انت عارفه كمان اتصل مين؟ اتصل نائب الرئيس، اتصل نائب الرئيس، واتصل الدكتور ابن الطهطاوي، اسمه ايه؟ السفير. اللي هو ماسك ديوان رئيس الجمهوريه، اتصل بيه النيابه وقال لهم القضيه جاهزه. طب انت شغلتك ايه؟ ايوه. والمذيع بيقول له هي دي من مهام مهامك، انت رئيس ديوان الجمهوريه، مالك ومال للضبطيه القضائيه؟ يعني الدنيا اتلخبطت. عايزين ياخدوا كل حاجه. شبه ده بقى اللي حاطينه في الدستور. انك مش هتبقى عارف قريبك اللي اتمسك ده هو فين. مش هتعرف هو فين. مش تبع مصلحه السجون، والنيابه ما تعرفش، واي حد ما يعرفش. عموما استاذه ناديه، صوتك بيدينا امل ان مصر مش هتضيع. صوتك وصوت احمد وصوت مصطفى وصوت الشيخ اللي طلع معانا اول امبارح بيدينا امل، مش هيضيعونا، مش هيفرقونا عن بعض، مش هيقسمونا، احنا مع بعض. مش بيديهم قوه، ايد واحده من الناس. بدعي ربنا ان الاستفتاء ده ما يتمش اصلا، ان شاء الله مش هيتم. يا رب امين. يا رب مش عايزين يعني ان شاء الله مش هيتم دماغه. ان شاء الله. امين. شكرا استاذه ناديه. بنشكر حضرتك استاذه ناديه، شكرا. على فكره النهارده كان في المقطم يوم صلاه من اجل مصر، 50,000 نفر بيصلوا من اجل مصر وشايلين اعلام مصر. طب انا عايز اقول الصورتين وشايلين اعمال مصر. تعالي نقول الصورتين. 50,000 بيصلوا وبيقولوا يا رب، وماسكين علم مصر، و50,000 تانيين قدام مدينة الانتاج الاعلامي ماسكين علام السعودية والقاعدة السوداء، ها؟ وبيقولوا احنا هندخل نغزو المدينة ونغيرها ونقتل الناس. ايه ده؟ مش ده بيديكوا فرق؟ طب معلش، في عندي فيديو مهم جدا جدا اللي لازم نشوفه ونعرف مين اللي ليه ولاء لمصر ومين اللي بيحب مصر ومين المصري. نشوف الفيديو ده مع بعض. محمد مرسي
لو مش هتطبق شرع الله احنا هنقوم عليك. واهم حاجة عندنا الشريعة وغصب عن التخير في الاعلام ولميس الحديدي واولادها والفراعنة. احنا اولاد، احنا احفاد الرسول واحفاد الصحابة، والبلد دي بتاعتنا، واللي مش عاجبه يغور في 60 دقيقة تاخده يروح عند امريكا وعند اسده. جميل جدا، انتوا احفاد الرسول واحفاد الصحابة، روحوا لهم بقى بلدهم اللي هي بلدكم وسيبوا مصر اللي بتوع الفراعنة. روحوا للبدو، احنا فراعنة متفرعنين. لا، انتوا عايزين ايه مننا؟ انت تاخد بلدنا مننا؟ انتوا عايزين ايه مننا؟ انت بتستعبط، انت تاخد بلدنا مننا؟ واللي مش عاجبه انتوا اللي تغوروا في 60 دقيقة. وبعدين امريكا دي بتاعتكم انتوا يا عم، هي امريكا مش هي امريكا اللي نصبلك مرسي، مش امريكا لسندات. وبالاماره العريان كان هنا بيتفق معاهم، يبقى مين اللي بيحط ايديه في ايدين الامريكان ومين اللي ملوش ولاء لمصر؟ انتم مش مصريين، امشوا من مصر، انتوا احفاد الرسول واحفاد الصحابه، ترجعوا السعوديه مكرمين معززين، سيبوا مصر للمصريين اللي بيحبوا مصر. واركب عرفتوا الناقة. مين المصري الاصيل؟ اركب الناقه. وعرفتوا مين اللي ما بيحبش مصر ونفسه مصر تقع؟ ولكن هيهات هيهات، مصر عمرها ما هتقع. شوفي ده يقول ايه؟ ده يقول ايه؟ والتاني انت بتقولي صوره من بيصلوا بيصلوا في الكنيسه وبيقولوا يا رب احمي مصر احمي مصر، مش اطردوا بره، مش احنا احفاد الرسول، انت بتسيء للرسول يا اخي يا اخي، حرام عليك. عموما احنا معانا برضو مكالمه، معلش استاذ مرجان اتاخرنا على حضرتك. الو استاذ مرجان. ايوه الو. اهلا بحضرتك، اتفضل. اهلا يا اخت عادي. اهلا بيك رحومه. شباب ميدان التحرير دلوقتي حاليا على صوت المسيح الحر منزلين بيان، انا بس عايز اسالك وانت هتجاوب، انا ما اعرفش الرد ايه. اتفضل. منزلين بيان بعدم الذهاب للاستفتاء لانه سيزور ارط ام ابيت. فهنا بقى انا مش، انا يعني بدات بقى بصراحه بدات تلف بيا العمليه، ناس تطلع وتقول انزلوا واثبتوا، وشباب التحرير بيقول لك، وانا متاكد من الكلام ده، ان خيرت الشاطر والبلتاج وصفوت حجازي بما فيهم الشرطه مع الجيش هيساعدوهم على تزوير هذه هذا الاستفتاء. فمش عارف ردك ايه. انا ما انا رد ايه؟ هو من اسبوع كان في فتوى طلعت جواز تزوير الانتخابات والاستفتاءات لمصلحة الشريعة والدولة الإسلامية، دي طلعت. اي نو، طلعت الفتوى. يعني هو ما بيجهز لك الفتوى يقول ليه؟ يقول للشعب ايه؟ حتى لو انت قلت لا احنا بنقول نعم، احنا يا حبيبي باسم الاسلام بنقول نعم، وكأن ربنا بينزل عرض يتكلم باسمهم هم. وطب هو ربنا بتاعكم انتوا بس؟ هو ربنا بيتكلم ليكم انتوا بس يا 2 3 مليون واحنا لا؟ اتفضل. الخبر الثاني عشان بس اسيب لك الميكروفون ليك. المعلم محمد بديع الجزار مرشد الجماعه، جماعه العنفوان اللي بيسموها اخوان، دلوقتي برضو في نفس الخبر على صوت المسيح الحر بيقول ان في ناس جماعه اي ايادي خفيه قريتها قريتها الافندي ده قاعد مخابرات في مصر، ده كانهم احتلوا البلد. طب وفي حاجه بس نقطه انا عايز اثبتها لك وهسيب لك انت الكلام. خيرت الشاطر والبلتاجي ومرسي وصفوت حجازي ومحمد بديع خايفين ليه من اي نظام ديمقراطي مدني؟ ان اللي انا وصلت له ان الناس دي خايفه ان النظام الديمقراطي هيقبض على الناس دي كلها وهيرجعهم السجن تاني. طبعا طبعا. شوف اقول لك، انا واحنا في ابتدائي من 50 سنه، عشان انا راجل عجوز، كان عندنا نشيد بنقوله في كتاب المطالعه، عائدون عائدون، وانا بقول لك عائدون عائدون يا مرسي انت واتباعك، صدقني عائدون للسجون، عائدون للسجون، اتاخرتوا اتقدمتوا عائدون. لان طب انا بقول، انا زعلان ان انا اقول الكلام ده، انا ما احبش اقول الكلام ده، بس ده مسلككم كده يا دكتور بديع. حرام تضيع البلد. انت ما يا دكتور حومه. نعم. على فكره كلمه عائدون للسجون انا هسيب لك الميكروفون دلوقتي، اوعدك ان انا هكتب عليها حته كده حلوه
الله يخليك كويس. عائدون للسجون كويس قوي. صدقني اوعدك الحلقه الجايه اللي اطلع واقولها. شكرا. نشكر حضرتك استاذ مرجان. شكرا يا استاذ مرجان. الحقيقه الحلقه جميله وحلوه بيكوا باعزائي المشاهدين اللي بيشاركونا من مصر ومن امريكا ومن كل مكان. دكتور محمد الاحداث ماشيه وبتتكرر بسرعه. الواحد حاطط الكمبيوتر قدامه لان الاحداث كل شويه حاجه جديده, كل شويه حاجه جديده. يعني دلوقتي الخارجيه الامريكيه بتحذر ان يعني لازم ما يكونش فيه عنف في الاستفتاء على الدستوريه, وكان يعني الناس هتسمع لامريكا سواء من الطرف ده او من الطرف ده. امريكا هي السبب وهي اللي شجعت وساعدت الاخوان ان هم يكونوا في الحكم. يزعجني موضوع حصار مدينة الانتاج الاعلامي برضه يا دكتور, لازم نرجع لها لان فعلا في منتهى الخطورة. التحكم في الاعلام هو البلد. يعني لما بنقول القضاء مهم, الاعلام برضه مهم. لما بيجوا بالظبط, لما بيجوا يعني يستولوا على بلد او يحتلوها بيروحوا على طول على الاذاعة والتلفزيون, عايزين يبرمجوا الناس وفهموا ان هي الحاله الوحيده ان هم يعملوا حصار ويرعبوهم. بالظبط. هو كمان المشكله انتوا راضيين عن ده؟ يعني معنى انكم سايبين الناس دي تحاصر داخل مدينه الانتاج الاعلامي ويضربوا خالد يوسف النهارده, ويضربوا مذيعه قناه العربيه النهارده, ومن يومين ضربوا مين, اعتدوا على مين برضه؟ كان داخل مدينه الانتاج الاعلامي وما سابوش حد, وبعدين خطفوا يعني. حاولوا يخطفوا ابن الدكتور ضياء رشوان. الله. وبعدين شتيمه غريبه, عيب يا جماعه, عيب 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 الشتيمه دي اللي بتعملوها, عيب عيب الالفاظ اللي بتقال, عيب يا اخي. حتى بلاش بلاش نقول لاي دين, نقول يا اخي لا يجوز انك انت تشتم. وبعدين هم عايزين ايه؟ يكتموا صوت الاعلام. لو كتموا صوت الاعلام الناس الشرفاء اللي رافضه بيع البلد, خلاص يبقى الاعلام الحكومي اللي نفسه نصهم معترض على اللي بيتقال, وبيسيبوا التلفزيون وبيعتزلوا وبيستقيلوا وبيرفضوا يخرجوا. ده كان عاملين ايه؟ جبهه استقلال مسبيرو. ان المذيعين المحترمين داخل مسبيرو رافضين هذا المنهج. ما هو يلاقي مظاهرة حلوة طالعة 20 مليون في كل مصر, يروح يجيب لك فيلم كرتون ولا فيلم اسماعيل ياسين. وكأنه هو في ده وادي واحنا في وادي. معنا مكالمة الأستاذ ياسر من مصر. ألو أستاذ ياسر. ألو صباح الخير أستاذ زهيدي. أهلا بحضرتك, اتفضل. أهلا بيك يا فندم, صباح الخير. أهلا بيك. صباح الخير يا استاذ محمد. صباح الخير يا حبيبي, اهلا وسهلا بيك. ربنا يبارك حياتك. انا مش عارف اليومين دول تحس حاجات غريبه كده. عندنا في الصعيد النهارده ماشي في الشارع بيعلقوا بوسترات على التكاتك, نعم للدستور وغير غير كده كافر. مين الناس دي عشان تكفر وتعمل؟ هم كاتبين على التكاتك كده على التوك توك. التكاتك ويقول لك جايبين بوسترات في ايدهم, اي توك توك يعدي يلزق عليه بوستر يقول لك نعم للدستور وصوتك امانه وغير كده كافر وحاجات. ناس بتكفر وناس بتعمل حاجات غريبه كده, ونحس ان احنا محتلين. ده ايام الاحتلال ما كانتش كده. لا صحيح صحيح, ربنا يستر. ما تقلقش يا استاذ ياسر, مصر بخير وان شاء الله كله هيتم. اتفضل. المشكله في الناس البسطه. ايوه الناس البسطه تحسيها واللي يقول لك قوم الله اكبر. الناس البسطه مش فاهمه حاجه للاسف. يعني بقول لك دي الشريعه, ما فهمش ايه اللي جوه الشريعه. يقول لك الله اكبر, ايه ده؟ انا مش عارف التخلف قاعد في مصر للاسف لغايه دلوقتي. احنا بنرجع لورا مش بنطلع لقدام. ربنا موجود وان شاء الله كل خير يا استاذ ياسر. اقول لك ايه بس يا استاذ ياسر, اقول لك يا استاذ ياسر, انت بوعيك عارف انه لا التوك توك ولا البوستر هيعمل نجاح. حتى لو زوروا احنا مش هنسكت, الشعب مش هيسكت. صحيح. مش هنشترى, مفيش حد اشترى مصر ابدا. مصر في احلك الظروف قامت ووقفت, حتى لو هذا الشعب اتعرض لبحور الدم اللي بيها ادتونا بيها, هنخرج وهنقف وهنقول لا لا. اكيد. معانا بنت الرب من مصر. الو.
الو، اهلا بيكي. اهلا بيكي. سلام ونعمه. سلام ونعمه حبيبتي. الرب يكون معاكم ويعزز القناه بتاعتكم الجميله دي. ربنا يخليك. احنا دلوقتي نصلي للرب يسوع ان يحافظ على مصر اللي أمين. الرب داعي لها، مبارك شعب مصر. نعم امين. فاحنا نصلي لان الحاله في مصر مش مظبوطه، ونقول يا رب خليك معانا ودي سلام وطمانينه يا رب، ده اللي احنا عايزينه يا رب. امين امين امين. ما تقلقيش، هتنزلي تنتخبي او تعملي استفتاء ان شاء الله باذن يسوع. بلا ان شاء الله باذن رب يسوع. ربنا معاك ويحميك ان شاء الله. لا لا لكل حاجه، لا للشر، لا للدستور، لا للاخوان، لا للسلفيين، لان هم بيكذبوا الكذبه وبيصدقوها. لا للدم، لا للكراهيه، لا للحقد، ونعم للفتنة. للحب، نعم للحب. احنا عندنا الحب. بنشكر حضرتك بنت الرب. معلش في ايوه عايزه تقولي حاجه؟ لا شكرا جزيلا. طيب ربنا معاكم. شكرا ربنا معاكم. ربنا يخليك. شكرا ونعم. حبيبتي ربنا معاك. الله يسلمك. الحقيقه التليفونات كتيره جدا ومش عارفين ندخل الناس كلها. بنعتذر لسه على الخطوط. حابب تقول حاجه يا دكتور؟ انا بس كنت عايز اقول لك مشهد المتمردين، مشهد المجتمعين خارج مدينه الاعلام. ايوه عايزين يرجعوا التاريخ. هم مقتنعين ان احنا ايام الصحابه الوقت، وعايزين غزوه الخندق، وعايزين صلح الحديبيه، وعايزين فتح مكه وفتح مصر والقتال. هم بيعملوا حاجات عجيبه جدا. التاريخ ما يعودش يا جماعه، التاريخ لا يعود. يا ابو اسماعيل، انت اللي بتعمله ده جاهليه، ده جاهليه، ده ارهاب. لكن انا مش هعتب عليك، انا هعتب على مرسي اللي جالس في القصر، انا هعتب على الجيش اللي سايب الامور انا هعتب على الشرطه، انا هعتب على دول اللي سايبينكم تضربوا الناس باسم الاسلام، وكان الاسلام بيقول انا ده وده. انا ما احبش ان ده يكون الاسلام. لا طبعا ما احبش. لا لا، في ناس جميله. عندنا مكالمه من الاستاذ عبد العزيز. الو. ايوه اهلا بيك، اتفضل حضرتك على الهواء. اهلا مساء النور. اهلا وسهلا بيك. عايز اقول لكم استفسار بسيطه كده. اتفضل. دلوقتي انتوا عايزين دلوقتي؟ نعم اتفضل. انت على الهواء. اتفضل استاذ عبد العزيز. بقول لكم دلوقتي انتوا عايزين دلوقتي عايزين تخربوا مصر. احنا اللي هنخرب مصر، ربنا يسامحك. عمالين تقسموا في البلد وتشتموا. احنا بنقسمها. بدل ما نحط بدل مثلا ما نحط ايديك بدل الرئيس اذا كان حتى لو عنده غلطات، واحده واحده كده ونشتغل عشان خاطر مصر. ادينا له الفرصه. مش احنا اللي في الميدان يا ابني، مش احنا اللي عاملين مليونيات دلوقتي واقفين في التحرير وفي الاتحاديه. ده الشعب اللي معترض. هو الراجل الشعب اللي معترض. استاذ عبد العزيز حضرتك دلوقتي استاذ عبد العزيز، انا هحترم البرنامج بتاعكم واطلع على طول. طب انت عايز ايه؟ حضرتك عايز ايه؟ اهلا وسهلا بيك في الاول. وعايزين احنا مصريين وبنحب مصر. نختلف بس ما اسمعني يا استاذ عبد العزيز. ايوه نختلف، كلمه جميله جدا، نختلف ونحترم بعض ونحترم بعض. انت شوف كده الكلام ده جميل جدا. تمام، بس نحط ايدينا في ايد بعض ونبني البلد. نحط ايدينا. برافو عليك. هد 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 هد. انت يرضيك يرضيك. انا ولا اخواني ولا حبيبي، ما الاخواني ده اخويا، ما الاخواني والسلفي ده مع اخويا. وانا قاعد في بيت كله يعني مسلمين واخوات وحبايب. يا حبيبي لا، ما احنا مش بنفرق. انا بس احنا بنحدد ايه؟ ان البلد بكده هتمشي. انت 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 راضيك يا استاذ عبد العزيز؟ راضيك حاله البلد؟ لا في حاجات كتير مش راضيني، بس بتكلم احنا عايزين نعدي المرحله دي. يا جماعه نعدي بس المرحله دي. نعدي باذن ربنا. نعدي نعدي. طب ايه الطريقه اللي نعدي بيها في وجهه نظرك؟ ازاي نعدي؟ الطريقه اللي احنا ايه؟ نحكم الصندوق اللي هو الديمقراطيه اللي احنا بننادي بيها بقالنا سنين. الراجل ده نجح خلاص، نقف جنبه. والله كويس هنقف معاه، مش كويس احنا اول ناس هننزل عليه. طب فين الدستور اللي بيمثل الشعب كله يا استاذ عبد العزيز؟ يبقى نعمل ايه بقى دلوقتي؟ الدستور المفروض يمثل الشعب كله استاذ عبد العزيز. احنا مختلفين عليها. ايوه الدستور لازم يمثل الشعب كله. النهارده الدستور لا يمثل الا فئه معينه. هل حضرتك قريت الدستور؟ لا لا بالعكس. ايوه قريت. انا شايف باب الحريات كبير جدا مفتوح. شايف ان المسيحيين واليهود وكل اي حد اي ديانه في البلد واخده حقها. الاسلوب اللي معمول بيه مطاطي وفي ما بين السطور، حضرتك مش واخد بالك؟ الناس اللي انسحبت من الدستوريه
من التاسيسيه عشان عرفوا ان التلاعب. نعم لا لا، الناس دي انسحبت اخر اسبوع، احنا عايزين كلمة حق. الناس دي انسحبوا ليه؟ اخر اسبوع انسحبوا ليه؟ انسحبوا ليه؟ اه هم انسحبوا في اخر اسبوع، جالهم بقى ليه الله اعلم مش عاجبهم. طب ما خلاص مرسي دلوقتي في الاعلان الدستوري الجديد قال لي يا جماعه بعد اذنكم اي حد مش عاجبه اي ماده يقدمها للمجلس الشعب الجاي. لو سمحت يا استاذ عبد العزيز قول لي هم انسحبوا ليه؟ لا لا انت تساليهم ليه هم لعبوا معاهم من الاول؟ لا هي مش لعبه، اصلها البلد مش لعبه، معلش مفيش حاجه اسمها لعبوا ليه من الاول، هي البلد مش لعبه. الدستور لازم يمثل الشعب كله. النهارده الناس اللي كانت موجوده وحست ان في تلاعب حاولوا معاهم مره واثنين وثلاثه ان هم يغيروا، ما قدروش راحوا انسحبوا. يعني كرامتهم مش عايزه ان هم يشتركوا في جريمه دستور لا يمثل الشعب كله. حوالي نصف الجمعيه استاذ عبد العزيز، حوالي نصف الجمعيه التاسيسيه انسحبت لانها اعتبرت ان الدستور جريمه في حق مصر. احنا انت مش عايز تشوف غير كده، انت مش عايز تشوف غير كده. لا لا انا بس على فكره انا عايز اقول لك حاجه، انا مش شايف 6 ابريل اللي من اللي انشقوا في الفتره الاخيره بسبب تحالفهم على الفلول. طيب انا مفيش حاجه اسمها مع الفلول، احنا كلنا من الفلول. فلول خلاص، يعني بلاش الاسطوانه المشروخه، احنا كلنا من الفلول. ما ينفعش، احنا عايزين النهارده مصر، مش هم دول اللي هتجيبوا جوزي يتحقق، هتجيبوا جوزي يتحقق راجل الثوري زي مثلا عمرو موسى راجل الفلول. يا بص هقول لحضرتك حاجه، الشهداء بتوع 25 يناير ما استشهدوش عشان هي دايبه حل البلد، سامحني. لازم نكون امنا مع اللي الدم اللي اتسفك عشان الثوره دي تنجح. لا وماله عمرو موسى؟ وماله عمرو موسى؟ انا عشان خاطر يا استاذ عبد العزيز، استاذ عبد العزيز اقرا الدستور. احنا عشان خاطر نقول لا، لو انت عايز تقول لا لا احنا نازلين نقول لا، يبقى ما تقولش ان احنا بنقسم البلد، مش ان احنا اللي قسمنا البلد. اقرا رايك زي ما انت عايز، مرحبا بيك في انك انت تتداخل وتعترض على كلامنا، لكن فعلا احنا هدفنا بناء مصر، هدفنا نكون ايد واحده في نبني بلدنا. عملت اقسم عمليه تقسيم يا جماعه، واحنا اللي قاعدين في الميدان. انت منهجك احنا بننقل صوتهم، احنا بننقل صوتهم. منهجك اللي ضدك بيقسم بيعملها نقاشه بيقعد شهر. ما هو ده طب لما يكون صفوت حجازي عمال عايز يزرع فتنه طائفيه، مش هو ده اللي بيقسم؟ منهج المرشد، كل من ضدنا، كل من ليس مننا فهو ضدنا، هو عدونا، هو فلول وهو خلول وهو ابن النظام وهو ابن حسني مبارك. ما عملت اسمه في مصر والاخوان ومحمد بديع. المفروض يا جماعه تحطوا ايديك في ايد الراجل وتبنوا مصر. هو فيه ايد عشان احط ايديا لما بيغير رايه كل شويه، هو مش عارف هو عايز ايه. طيب يا استاذ عبد العزيز، ربنا يخليك ويحمي مصر. ربنا يباركك يا استاذ عبد العزيز. مش عايز يروح يقعد ليه؟ ربنا يباركك يا استاذ عبد العزيز. نعم؟ البابا تضرس مش عايز يروح يقعد هناك ليه؟ طب ما تساله. يقعد فين؟ يقعد فين؟ يستغل وجوده ويناقش الرئيس. يتناقشوا في ايه؟ ما هي الكنيسه انسحبت، هل همهم ان الكنيسه تنسحب ولا لا؟ الدستور مش عامل اعتبار للكنيسه. ليه الماده الرابعه اللي بتاعك ولا الثالثه دي انتوا واخدين حقكم فيها؟ معلش اقرا الدستور كويس، اقرا اللي هي 219، الماده 219. اقرا مع حد فاهم في الدستور، ما يكونش اخواني وانت تعرف فين الثغرات. خلي بالكم انتوا بتهيجوا الشباب. احنا ما بنهيجش حد، احنا فاتحين البرنامج وفاتحين القناه نوصل صوت الشعب اللي بيطحن هناك ومش عايزين نوصل صوته. انا حزين عليك لان انت متملي كلام بتقوله، انا حزين عليك لان ده كلام المرشد، ده كلام صفوت حجازي، ده كلام الشاطر، ده كلام اللي عايزين يدمروا مصر. بدل ما تقول لنا احنا ما تقسموش مصر، قول لهم انتوا، ما تقسموش مصر. مين اللي بيدعو للفتنة؟ احنا ناس بتصلي، احنا ناس بتقول يا رب احمي مصر يا رب، وهم دول اللي عايزين يخربوا مصر. ربنا معاك وشكرا ليك. معلش هناخد اخر مكالمه عشان برضو بقاله مده. استاذ نشأت معلش في عجاله، اخر مكالمه اتفضل استاذ نشأت. ماشي فندم. معلش سامحنا احنا قعدنا اكتر من وقتنا. مفيش مشكله، حاضر اتفضل بسرعه بس. معلش الو، مساء الخير. مساء الفل. مساء الخير يا دكتور رحومة. مساء النور يا استاذ نشأت. انا احب اطمن كل المصريين سواء مسلمين او مسيحيين، امين، ان المسيح مع مصر
من أبد الأبدين من أيام محمد علي. أمين. لما كان عاوز قال لما قال لنا إن عندكم آية بتقول إن ما نقلتوه الجبل المقطع هتتقطع رقبكم. فالمسيح مع مصر وما تقطعتش رقبة واحد مسيحي ولا هتتقطع رقبة واحد مسلم. اطمنوا ما تخافوش. ما تخافوش ما تخافوش مهما عملوا. شكرا لكم. بنشكر حضرتك استاذ نشأت. عايز اقول لك حاجه. اتفضل. الهنا اله الهزيع الاخير. طبعا. المركب كانت بتغرق. قالوا له قوم يا رب. قام عمل ايديه كده ابكم البحر سكت الرياح سكت العواصف. احنا هنعمل كده. احنا هنتحد مع الصلاه المرفوعه في جبل المقطم ونقول يا رب احمي البلد. احمينا يا رب. وحد شعبك يا رب. وحد كل الناس يا رب. خلينا ايد واحده يا رب. احمي بلدنا احميها من بحار الدم القادمه اللي بيسقونا ليها. وانا متاكد ان المسيح مش هيحتقر صلاتنا. لا اكيد. وهيسمع لصلاتنا وهيجلنا وهيحمي البلد دي. أكيد. هو وعدنا. أكيد. وانا متاكد. وعده صادق. برضو عايزه انوه ان زي ما بنطالب بحقوقنا علينا واجبات. الواجب بتاعنا ان احنا ننزل ونصوت واللي مش عاجبه الدستور يقول بكل امانه انا مش عاجبني الدستور ويعمل علامه زي ما بشوي بيقول لنا بيحاولوا ان هم يروحوا للناس البساط قوي ويروحوا يعلموا علامه غلط عند لا او نعم للدستور وهي المفروض لا للدستور عند علامه صح. يعني بيروحوا عند الناس البسيطه جدا ويضحكوا عليهم. عموما الدستور لا يوافق الشعب كله. الدستور معمول لمجموعة معينة من الناس. إذا كنتوا انتوا راضيين عنه وافقوا على الدستور. إذا كنتوا عايزين الدستور للمصر والكل مصري لكل مصري حقيقي بيحب مصر الدستور ده مش بتاعنا. مش بتاع المصريين كلهم. بتاع مجموعة معينة. انزل وقول رأيك. لازم من حقك ان انت تقول رأيك او لا. بس انا عارفة ان انتوا هتقولوا لا للدستور. الحاجة التانية بنوه ان الناس اللي موجودة في كاليفورنيا وقريبة من السفارة المصرية احنا لحد الجاي مش هنكون عند السفارة المصرية هنكون عند الفيدرال بيلدينج في ويلشير بوليفارد يوم الحد الجاي الساعة 2 ظهرا. برضو هيتجمع كل الشعب المصري مسيحي ومسلم يقول رأيه ولا للدستور. أعزائي المشاهدين في نهاية الحلقة بشكر دكتور محمد. وعايز اقول لكم قبل ما ننتهي ان بكره في حلقه جديده من حررني يسوع ونشيد الحريه. وعايز اقول لكم ان النهارده فعلا احنا نبهنا على ساعه الصفر. اعتقد احنا دقينا ناقوس الخطر. واتمنى ان ربنا يحمي مصر. امين. انتظرونا في حلقه جديده واسبوع مصري مش هيكون اخواني باذن الرب يسوع. اكيد ان شاء الله. بنشكر حضرتك يا دكتور. شكرا. تصبح على خير يا أبويا.